وشايفة أهلي بأمور مختلفة بيسعوا قويين وبتحدوا وبيخالفوا عرف مجتمعي لشيء أصح أو شيء ديني، خلاني أنه أنا كمان ما إيه. أب اغتصب بنته 21 سنة مش متزوجة، والأخ اكتشف واتفق هو والأخو أنه يقتلوه بتهمة الشرف. بشكل أو بآخر المجتمع بيتعامل مع الأطفال كملكية خاصة للأبو شو ما كان شو ما عمل، زي موضوع التزويج على عمر صغير، تزويج القاصر لسه موجود عنا، بتزوج على 12 وعلى 13 وعلى 14. انت تخيل مثلا ستي بالسبعين بدها موافقة حفيدها لعمر 18 سنة لتقدر تسافر. حناخد منك أطفالك إذا ما بتتزوجي أخو الشهيد. لما سألت البنات طب ليش بتزوجوا، قالوا لي أحسن من الخيار الثاني. سألت شو الخيار الثاني، قالوا لي القتل. انت بدك تاخدها فقط لأنها بتشتغل، وهذه مشكلة فيها استغلال للمرأة. صار يعايرها هو وأهله، يلا أخذتك بدينار، يلا ما حدش كان راضي فيكي فأخذتك ببلاش. ما بدي أكون مثال الحدا اللي طلع وانحرق فما حدا بده يصيره، ولكن مثال حدا اللي ضلوا يحاول والناس التانيين لو أجوا حاولوا معاه بنفس الطريقة أو بطرق مختلفة حيضلوا قادرين يحاولوا. أنا حلا القيق شومان، أو هيك بحب أعرف نفسي، القيق عائلة الأم، شومان عائلة الأب. أنا ناشطة اجتماعية حقوقية، حالياً بالسنة الثانية دراسة الدكتوراه، بدرس الأسرة الفلسطينية بين العنف الاستعماري والعنف الأسري، دراسة لإيجاد أو البحث عن إمكانية تكون المجتمع والدين كأدوات للحل في موضوع العنف الأسري. لقاء اليوم كان كتير جميل مع تقارب، يسلموا كتير، انبسطت كتير في الاستضافة. لقاء كان بيحتوي كتير معلومات ونقاشات عن الوضع الاجتماعي للنساء في غزة، الوضع في القطاع ككل، بالإضافة لبعض المقارنات ما بين كيف الوضع للنساء في الضفة الغربية وبقية الأماكن، وشو الشغلات اللي بيعانوا منها، زائد شو هي خصوصية المرأة الفلسطينية أو الأسرة الفلسطينية في قطاع غزة اللي بتعيش تحت الاحتلال والاستعمار والحصار، وكيف الأمور هذه كلها بتأثر عليها. فيسلموا كتير، وإن شاء الله بانتظار رؤيتكم في اللقاءات وانتظار أسئلتكم ومدخلاتكم. يعطيكم العافية. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. حلقتنا اليوم مع العزيزة حلا شومان، ومعكم أنا أحمد البيقاوي. التاريخ والحاضر، الواقع اللي بنعيشه، كل القصص اللي بنسمعها من غزة وعن غزة بتخلق منها دائما واقع مختلف عن مناطق الضفة الغربية وعن القدس، وعلى مستوى كمان مناطق 48 واللاجئين. يمكن سنين الحصار الأخيرة هي اللي شفنا فيها كثافة الأثار، أثار الاحتلال اللي غيرت على مستوى اجتماعي كتير تفاصيل وخلقت منها واقع مختلف وأعطت خصوصية أكتر أو عززت الخصوصية اللي بتمتد من سنين طويلة. ضيفتي لليوم حلا عم بتقوم في رسالة الدكتوراه تبعتها، موجودة في غزة بهاي اللحظات اللي رح نسجل فيها اليوم، ورح نجرب نخوض معها حوار طويل حول خصوصية تحديات الصبايا اللي بتمر فيها في غزة على مستوى قانوني وعلى مستوى اجتماعي وعلى أكثر من مستوى، انطلاقا من تجربتها الشخصية ووصولا لبحث الدكتوراه اللي قاعدة بتعمل فيه اليوم. قبل ما نبدأ بالحوار بحب أشكركم مقدما على الاشتراك بقنوات اليوتيوب ومنصات البودكاست، وبنفس الوقت بشكركم مقدما دائما على كل مقترح بترسلوه عبر الحسابات اللي موجودة في الوصف، أفكار، مواضيع، أسئلة تشغلكم بيسعدني نطورها سوا أو نطورها وتتحول لحلقة وحوار في تقارب، وهيك بكون تقارب دائما أقرب لإلكم. وشكرا جزيلا كمان مقدما على مشاركة هذا المحتوى وهي الحلقة مع الناس اللي ممكن تكون مهتمة فيها. وبهيك بنبدأ. أهلا وسهلا حلا. حلا أنا بس أكد على شغلي أنه في تقارب الحوار بكون بالكامل مسجل من هلأ للنهاية، ما بكون في مونتاج، فبضل الحوار زي ما هو. وشيء تاني، إذا شعرتي فيعني أشعري مريح، هاي الجملة بتنحكى مش عشان تضغطك بس أشعري مريح، ما تجاوبيش أي سؤال، وأنا بحكي هاي الجملة عشان أشعر مريح كمان، يعني أنه أضغطك وأزن على أسئلتي لأنه بحب التفاصيل. تمام. أنا بحب التفاصيل. أنا صوتي مبحوح شوي من اللقاءات عادي.
لا تمام، ما في مشكله. أوكي. مسموع وعظيم، يسعد صباحك. بالعاده في الحلقه في تقارب بترك الضيف يعرف نفسه كما يحب، فتفضلي. تمام، عارف نفسي. اوكي، يسلم كتير. انا حلا شومان، ناشطه حقوقيه واجتماعيه، كمان باحث الدكتوراه حاليا بنهايه السنه الثانيه، ان شاء الله ببدا السنه الثالثه بشهر 9. مهتمه كتير بالاسره، مهتمه كتير بتقاربها، كل شيء بخصها، من الأطفال، تربيتهم، عدم تعرضهم للعنف، لمرحلة التعارف، مرحلة الخطوبة، مرحلة الزواج، الأمور الاجتماعية اللي فيها، الأمور القانونية وإلي تدخلات في الأمور هذه كلها، زائد مهتمة في التوعية بكيف الأسرة السليمة أو الأسرة الآمنة المفترض تكون، ومواضيع العنف الأسري وكيف نتدخل كمجتمع فيها، يعني تقريبا بشكل أساسي. طيب، بنفع بس نتأكد إنه على تليفونك بلشنا تسجيل بعد إذنك؟ هو أنا مسجلة، أكثر من دقيقة ونص. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب حلا، بالعادة أنا بطمع بتفاصيل شخصية، في هذا التعريف اللي أنت حكيتيه ممكن ألاقيه على جوجل، أوكي؟ إن شاء الله. ومتعودة فعليا تحكي أنت دائما تكريه في كل، يعني تكريه في أول كل لقاء. صحيح. أداء مرحبا أهلا وسهلا أنا كذا كذا كذا. صحيح. فلا هلا فعليا يعني بدي اسمع عن نشأتك، يعني التفاصيل الاساسيه يمكن الشخصيه، وشوي خاصه كوني كريمه معنا عشان نعرف مين الصبيه اللي قاعدين نحكي معها اليوم. تفضلي. طيب تمام، يسلموا كتير. نبدا ابدا شوي. مثل ما حكيت، حلا شومان، فلسطينيه. شومان بالاصل بيت حنين القدس، ولكن احنا مهجرين من عراق سويدان في غزة السكنة، رفح بالضبط، مخيم رفح. عشت أغلب حياتي وانولدت في السعودية، لغاية يعني كنا نيجي زيارات وشغلات زي هيك لغاية تقريبا ما صرت طالعة أولى إعدادي، وجينا بمرة زيارة في أولى إعدادي. على جاية أولى إعدادي هذه صار في تفكيك للمستوطنات الإسرائيلية من قطاع غزة، وبناء عليه سكرت الطرق، وفيك تتخيل يعني كل شيء، البيت، السيارة، كل شغلة، شغل أهلي، المدارس، كله كان هناك، والبهدلة اللي عشناها لغاية ما قدرنا نبدأ من أول هون. بعدها استمرت الحياة، يعني كان في نقلة شوي أثرت على هويتي وشخصيتي وفهمي للأمور، لأنه كان بالنسبة لي الفلسطيني أو الفلسطين شيء ما عمري شفته غير زيارات، وحضرته أكثر على التلفزيون، حضرته في الانتفاضة برضو تلفزيون، حضرته في الأغاني والأناشيد الفلسطينية والشغلات هذه، زائد قصص الأهل، فما كنت بعرف بالضبط شو فلسطين أو شو الإنسان الفلسطيني. بس جيت هان على غزة، يعني الأمور بدأت توضح بشكل أكبر ما بين أثر العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين بشكل كبير، زائد بعض الشغلات الثقافية الفلسطينية الجميلة وبعض الشغلات اللي كان فيها مشاكل، والاثنين أثروا علي وشكلوا هويتي بشكل كتير كبير، هذا في أولى إعدادي. بس وبعدها اكتملت الأمور وكنت طالبة متفوقة، بناء عليه جبت مجموع مناسب في توجيهي ودخلت، يعني نقول طب أسنان مباشرة بدون المراحل اللي مرت فيها قبل، وكملت طب أسنان. في طب الأسنان دخلته في 2011. في 2012 كان في تاني عدوان على قطاع غزة، عدوان 2012، خلاله بدأت مرحلة التطوع أني أنزل للمجتمع، يعني كان في ناس بتعمل لجوء في المدارس وكان في كتير مدارس جنبينا، فكنت أحاول أنزل على المدارس، أقدم مساعدات، ألعب الأطفال، أسليهم، أحكي مع العائلات وشغلات زي هيك. فمن يعني تقريبا هذه المرحلة بال2012 في هدى العدوان بدأت أكون شخصية حلا اللي هلأ معروفة. كان في اللي هو التطوع من المجتمع، بديت أفهم مشاكلهم، بديت أتصورها بشكل أكبر، وبنفس الوقت كنت ما أزال طالبة طب أسنان، فقسمت وقتي طول مرحلة الدراسة ما بين طب الأسنان كطالبة وبنفس الوقت التطوع في الشغلات الاجتماعية الإغاثية اللي بيحكوا عنها empowerment أو تعزيز قدرات الناس في العمل والشغلات هذه كلها، زائد التوعية. وكنت كتير أحب الأطفال، فكنت برضو أتطوع في المدارس لتعليم الأطفال باللعب أو إعادة دمجهم بالمدارس عن طريق اللعب. واستمرت الحياة، يعني خلصت طب الأسنان وصرت أستخدم طب الأسنان، يعني ما رواتب غزة مش رائعة، ولكن كنت بأميل لتمويل الفردي، ما كنت أحب أنه أكون جزء من مؤسسة أو جزء من ناس مش كتير أنا لسه فاهمهم كيف بيشتغلوا لأنه مش تخصصي، فكنت أميل أني أنا مثلا أشتغل
في العيادة، أطلع شوية فلوس، أمول شوية مبادرات لبعض العائلات لحتى يعيلوا نفسهم والشغلات هاي. اطلعت على قطاع الشباب كيف البطالة كتيرة، حاولت أساعد. بعدها صرت أنتبه أكتر لكيف العنف الأسري بيأثر على النساء بشكل أكبر من الرجال، وصرت أحاول أتدخل في هذا الموضوع. وبعدها اكتشفت أنه لما أقوي النساء اقتصادياً لحالهم فممكن يزيد العنف والاستقلال الاقتصادي عليها، فصرت أحاول أشتغل على الأسرة ككل وأدمجهم مع بعض المؤسسات اللي أنا أصلاً طوعت فيها. واستمرت الأمور لغاية ما قررت أنه ما كافي هيك، يعني أوكي طب أسنان، أوكي تطوع في المجتمع، بس حسيت أني حابة أقدم أكتر للمجتمع. ولا أقدم أكتر للمجتمع كان ضروري بالنسبة لي نوع من أنواع الدراسة الأكاديمية اللي تدعم بمعرفتي بخبراتي بالشغلات هذه كلها في المجال الاجتماعي والسياسي. فبناء على قررت أدرس ماجستير. للأسف أول ماجستير قدمته كان في 2017، ما كانش بالضبط هو أكاديمي أو عن الشغلات اللي بعديها كملت فيها، كان في طب الأسنان شيء تخصصي، ولكن بعد ما مشت الأمور وأخذت المنحة وكل شيء الأهل رفضوا، يعني خصوصاً الوالد، لأسباب إنه ما حدا من عائلتنا كان طالع يدرس قبل هيك، ما كان لسه متعارف على إنه البنت ممكن تطلع لحالها والشغلات هذه كلها. ولك أن تتخيل إني مريت بفترة، يعني بعد الرفض كان في فترة اكتئاب طويلة، فترة إضراب عن الطعام في بدايته، يعني المرحلة الحرجة هي أول فترة 7 أيام إضراب عن الطعام والحديث، شغل وقتي في العمل، كنت أشتغل في مكانين في مؤسسة قطار للأطفال وكمان كطبيبة أسنان مساء، فكنت أحاول ما أكون في البيت كتير، زائد أنه خلص يعني في البيت كنت كتير متضايقة. وبعدها بدأت أشتغل على استراتيجيات كيف ممكن أرجع أقنع أهلي بالشغل اللي بدي إياها بدون ما أضلني بس اللي هو أنا أعند هم يعندوا، أرجع أشتغل من أول وجديد. وصرت أقرأ في استراتيجيات إقناع الغير، حتى سياسات، يعني كتب هي مش للإشي هاد، يعني مثلا كتب إقناع العدو وشغلات زي هيك إنه عشان أفهم استراتيجيات الحرب مثلا، بناء عليها أدخلها بشكل اجتماعي أكتر في التعامل مع الناس اللي حواليا. وكان عندي مبدأ إنه أنا، وهذا الشيء على نفسي أنا بس، إنه أنا لو ما قدرت أقنع أهلي باللي بدي إياه وأعمل الشغلات اللي أنا شايفاها صح هلأ، ما حيكون عندي القدرة أساعد الناس اللي حوالي، لأني ما قدرت أساعد نفسي. فبناء عليه ضليتني هيك، فيك تحكي سنتين، من 2017 ل 2019 9 تقريبا. الحمد لله أخذت الموافقة النهائية وطلعت لدراسة الماجستير، بس كان في بريطانيا في منحة تانية تشيفنينج، وكان بتغيير تخصص لعلم إنسان أنثروبولوجي، غيرت الموضوع تماما. وخلال المرحلة هذيك طبعا كبر وعي، كبر إدراكي، رؤيتي للأمور، يعني مثلا على الصعيد الفلسطيني كان أوكي الواحد بيقرأ في التاريخ، بيحضر أفلام وثائقية، بيناقش ناس، بس كان تقريبا لأول مرة أقابل حدا فلسطيني من كل مكان، من الداخل المحتل أراضي 48، من الضفة الغربية أو القدس، من الشتات، كلنا في مكان واحد نحكي، بنتناقش، بنعكس تجربتنا. فشي هذا كتير كبر رؤيتي للقضية الفلسطينية، زائد طبعا الأمور الاجتماعية والأمور السياسية والشغلات هذه كلها، بتعرف على الثقافات المختلفة والناس المختلفين. وبعديها بعد سنة الماجستير رجعت هون وبدأت، أنا من زمان بوعي على السوشيال ميديا وبوعي على أرض الواقع، ولكن بديت بشكل مختلف شوية في الاستراتيجية في العمل، زائد أني مركزة بشكل أساسي على الأسرة. يعني في الأسرة مثلا لما جيت هنا خطبت أنا وزوجي هلأ إيهاب، بس في مثلا كل مراحل الخطبة والزواج والأمور هذه ما مشينا على الشكل التقليدي، مش لأن إحنا مش حابين التقليدي، ولكن لأن إحنا مرتقيين في شيء أصح. مثال المجتمع في قطاع غزة بيميل لكتابة الكتاب مباشرة بعد التعرف، يعني غالباً بتيجي الأم تتعرف على البنت وأهلها، بيجي الشاب تاني يوم ثالث يوم بتعرفوا على بعض، يوم يومين بيكونوا كاتبين الكتاب بدون أي فرصة للتعرف الفعلية. ما بعرف قد هذا الإشي مطبق في بقية أراضي فلسطين المحتلة، بالأغلب نفسه صحيح، وعلى الأقل موجود عندنا كتير. وبناء عليه يعني صرت أنا وإيهاب زوجي برضه، هو كتير مهتم في الموضوع، نقرأ إحصائيات على هذا الموضوع، قد في ناس بتحصل على الطلاق قبل أصلا ما تتزوج بسبب إنهم كاتبين الكتاب مش خطبين خطبة عادية، ونسب كتير، يعني كان تقريبا 40% بسنتها.
فصرنا نحكي انه احنا ليش نعمل هيك، يعني ليش نكتب الكتاب مباشره وليش ما نرجع لشغله اصلا موجوده عندنا في الدين. يعني في زمن الرسول عليه الصلاه والسلام كان في عندهم الخطوبه الشرعيه اللي هي فتره التعارف ما بعد قراءه الفاتحه ما بين الشخصين بدون اي خلوه، وبناء على هذه الفتره وبناء على التعارف اللي بصير بينهم بقرروا اذا بدهم يكتبوا الكتاب اللي هو بزمنهم بوقتهم كان كاتب الكتاب والزواج، او ما بدهم يكتبوا وخلص بينتهي الموضوع. فليش ما نرجع الموضوع هذا ولكن بشكل شوية يعني مختلف على طبيعة حياتنا. فعملنا فكرة اللي هو عملنا خطوبة شرعية، خطبنا فترة معينة، تعرفنا على بعض، أهله زارونا، إحنا زرنا أهله، كنا نتقابل بدون أي خلوة، دائما في ناس معانا، ولكن أنا تعرفت عليه هو تعرف عليه بشكل أكتر، تعرفنا على أهالي بعض، تعرفنا كيف كل واحد بيتعامل مع الناس اللي حواليه، وبالتالي شعرنا بنوع أكبر من الإطمئنان بالتعامل مع الخطيب، وخلص حسنا انه تمام احنا مستعدين وحابين نكتب الكتاب. حتى فترة ما قبل كتب الكتاب يعني فترة الخطوبة هاي كنا انا وهو بنستخدمها لنحاول نعدل في عقد زواجنا ليضمن اكبر حقوق الي وإله. يعني قرأنا في القانون السعودي وقانون المصري وقانون المغربي والجزائري والأردني، طبعا هو برضه منطبق في الضفة الغربية، وحاولنا نبحث عن افضل الاشياء زائد اللي هو شغلات الدينية اللي زمان كانت تصير، حاولنا نبحث عن افضل الاشياء اللي ممكن ندخلها في عقد زواجنا ونضمن لبعض حقوق افضل من الموضوع حاليا في القانون اللي بيحكوا عنه شرعي بس مش كل الشغلات فيه شرعية. ورحنا تقابلنا مع محامين ومع قضاء وتأكدنا ان احنا نحط الشروط هذه في عقد زواجنا، والحمد لله تم الموضوع وحطينا الشروط اللي احنا يعني مقتنعين فيها وشايفين ان احنا بنحمي بعض فيها. هلا ما بعدها هذا مثلا في موضوع كتب الكتاب، حتى بعد كتب الكتاب او كتب الكتاب نفسه ما بعرف برضو قد الموضوع ماشي عندكم، بس بتوقع انكم نفس الشيء لانه برضو كثير دول شقيقه بتعمل نفس الحاجه. في عنا احنا على المذهب الحنفي، ففي المذهب الحنفي غالبا عادي المراه تزوج نفسها، ولكن في القانون لازم وجود الولي، بس وجود الولي لا يعطي موافقه فقط، مش لا يحكي الفاظ الزواج، يعني مش ليعقد القران ولا ليوقع عقد القران عنها، لانه عقد القران اصلا مكتوب فيه انه موافقه الزوجه او موكلها وموافقه الزوج او موكله، فبالتالي الاصل انه هي اللي توافق في عقد الزواج نفسه. فاحنا برضو ايامها في كتب الكتاب وكنا يعني لابسين، احنا بنحب نزيل فلسطيني كمان كتير، كنا لابسين اناتوب ولابس انه في جرافة فيها تطريز وهيك، وكان الوالد موجود بس أنا اللي حكيت ألفاظ الزواج معها، نزوجته كنفسي وهو لقد قبلت، وبنفس الوقت إحنا اللي وقعنا برضو عقد الزواج لحتى يكون أنا وهو بوجود الأهل عادي، بس الفكرة أنه أنا بالغة عاقلة يحق لي قانونيا ودينيا أني أزوج نفسي، فليش ما يتم الأمر بالطريقة اللي مفترض يكون عليها. طبعا الأب والوالد موافق، اعتبرها كنوع من أنواع الهدية إلي لانه شافني انه خلص انه شخصيتك وبتستحق الامور هذه كلها، فليش احرمك ويعني انه بشكل او باخر يحرج صورتي كانسانه كامله قدام نفسي في وقت زواجي، فحب كمان انه يهديني اياها في هذيك الفتره، والحمد لله تم كتب كتاب بالطريقه هذه. وبعديها بدينا مرحله تجهيز للفرح، ومثل ما حكيت لك احنا كثير بنحب العادات الفلسطينيه التقليديه زي تقليدي الحفلات اللي فيها نوع من أنواع هويتنا الفلسطينية. فبدأنا مرحلة إقناع الأهل بالزفاف، نوع الزفاف. هلأ العرس عادة عندنا هو العادة الصالة، البدلة البيضاء، البدلة السوداء للعريس والكلام هذا كله، بس أنا ما بحب الشغلات هذه خالص خالص، وزوجي برضه كتير مهتم بالتراث، فعدنا نحاول نقنع الأهل إنه يا جماعة حابين نعمل عرس فلسطيني على الطراز القديم وكذا وكذا وكذا. كان في كتير معارضة ولكن قدرنا نوصل لحلول وسطية معهم الحمد لله، وكان وقتها كورونا ففعليا المعازيم ما كانوا كتير، فأخذنا مكان هيك قاعة شكلها تقليدي كتير كتير جميلة، ولبست أنا ثوب فلسطيني مع الطرحة الفلسطينية محجبة كنت، وزوجي لبس اللي هو زي الفلسطيني للرجال بالعباية وكل شيء، وتم العرس الفلسطيني بدبكته يعني ما بس استحضرنا ثقافتنا احنا ببلادنا الاصليه بس انا او هو، لا حتى دخلنا فيها شغلات لها دخل في الدحيه، الدبكه، الفستان نفسه ما كان بس على طراز مدينتي، كان في اكثر من طرز بالغرز نفسها اللي معموله والشغلات هذه.
على أساس إنه عرس فلسطيني كامل مش بس عرس مدينتي أو عرس مدينته. نحن مرينا بتهجيرات كتير فما بنفع بس نخصصها لمدينة. والحمد لله يعني ما بعده الأهل جدا اقتنعوا وحبوا الفكرة وقالوا يا ريت كل الأفراح هيك. فإلنا يعني إلنا أو إلي تدخلات كتير في موضوع اللي لها دخل في كيف الخطوبة لازم يكون في فترة تعارف كافية لحتى نقلل المشاكل الموجودة، زائد كتب الكتاب كيف الإنسان يحافظ على هويته واستقلاله وشخصيته خلالها ما يفقد الشغلات هذه لأنها بتأثر على اللي بعده، زائد موضوع إدخال إرجاع ثقافتنا تاني زي ما هي بالعرس الفلسطيني والزي الفلسطيني والأمور هذه كلها. والحمد لله من بعدها كتير ناس صارت ماشي موضوع العرس الفلسطيني سواء بالعرس نفسه، ولسه من أسبوع حضرت عرس زي هيك كان عرس فلسطيني كامل، العروسة لابسة يعني فستان مطرز على شكل توب وشغلات كتير تانية. وهلأ زائد الشغلات هذه اللي بوعي فيها أو بنوعي فيها كمان بنشتغل على موضوعات تدخلية لها دخل في كيف الأسرة تكون آمنة أو كيف الأسرة تكون مستقرة. واحد أهم أسباب أمانها إن إحنا سياسيا نحاول نشوف شو هي المدخلات اللي جاية من الاحتلال الإسرائيلي علينا، زائد شو هي الشغلات يعني اللي في الأسرة تأثرت وبتأثر يعني بتعمل مشاكل زي موضوع العنف الأسري بيجي من شغلة من الاحتلال الإسرائيلي بيزيد، زائد إنه عندنا بعض الثقافات إنه بتدعم موضوع العنف الأسري بشكل أو بآخر. فبحاول أشتغل على هذا الموضوع ولكن بشكل جماعي. استراتيجيتي بشكل أساسي إني بجمع المشكلات من خلال مقابلات، بحوث ميدانية طويلة بنحكى عنها بحث أنثروبولوجي أو بحث بالملاحظة، بأضلني في مكان فترة طويلة بأدرسه وبعد دراسته بحدد أهم المشاكل وبقابل شخصيات يعني أكثر ناس مطلعة في الموضوع مثلا القضاء أو الناس اللي في المؤسسات وهيك أو الشرطة وكذا، وبعدها بعمل لقاءات بأنقل كل المعلومات اللي أنا لقيتها للشارع بكل شخصياته الاعتبارية، الآباء والأمهات، الطلبة والطالبات، بفهمهم الموضوع والمشكلة والإشكاليات اللي فيه وببدأ هم يطرحوا حلول وبعدها ببدأ أشتغل معهم ضمن خطة عمل نصنعها سوا على كيف نحرك مع صناع القرار لنغير باتجاه حل الإشكاليات هاي. بتخيل هيك بشكل أساسي هاي حلا. أهلا وسهلا حلا. هذا تعريف يعني هو ما بين اللي أنا بحبه وما بين اللي أنت متعودة تعرفي حالك، بس شكرا على الاجتهاد. الله يبارك يعطيك العافية. بدي أرجع أنا بس بشوي هيك أعب بجابات شوي بفراغات يمكن أكتر. أنت رجعت من السعودية بأي سنين؟ آخر 2005 شهر 7 تقريبا أو شيء. عدنا إجازة أوكي. صيفية ونحبس. أي صف كنت لما رجعتي؟ طلع الصف 7. طالع صف 7، يعني انت فعليا نص المدرسه قضيتيها في السعوديه. صحيح. ونص المدرسه كانت هون. وين انسكنتوا في غزه؟ اول ما جينا هنا سكننا في غزه سنه، بعديها نزلنا على رفح لانه بيت اهلي كان موجود في رفح، قعدنا سنه بس بسبب جامعات اخواتي وهيك كانت في غزه ويوميا 4 بيطلع مواصلات، فماليا مش مجدي ودراسيا كثير صعب عليهم، بيطلعوا بدرب كثير وبروح متاخر كثير. فنقلنا على غزه ومن وقتنا من وقت احنا في غزه يعني. بالسعوديه وين كنتوا باي منطقه؟ بابا مهندس مدني فكان بتنقل كثير يعني. في البدايه كنا حوالين مكان اسمه الروضه، حوالين يمكن حائل يعني بشيء او باخر، بعدها انتقلنا على واظن كانوا قبلها في قريه ثانيه انا مش متذكره شو اسمها، بعدين رحنا على مكان اسمه الحائط قضيت فيه من أولى ابتدائي لغاية خامس ابتدائي، بعدها نقلنا على مكان اسمه رانيا جنب الطائف قضيت فيه سنة واحدة سادس، وبعدها طلعنا الزيارة ويعني انت عارف بعد الزيارة شو صار. هاي أنا بالعادة بعرف الرياض أو جدة والخبر والدمام واللي هم يعني عشان بس أقيس مستوى التفاعل الأجانب وكيف المجتمع كان شكله. الحائط اسمها المنطقة الأخيرة اللي حكيت وسكنتوا فيها؟ آخر منطقة رانيا قريبة من الطائف. قريبة من الطائف، هذه المناطق اللي أنت عم تحكي عنها هي أقرب لمستوى الخبر والدمام أو جدة أو الرياض كنماذج يعني على مستوى اجتماعي وعلى مستوى حضور الأجانب فيها؟ أنا ما شفت الخبر والدمام، ما بظن زرته يمكن وأنا صغيرة كتير ما بتذكرهم، شفت جدة والرياض بس مش جدة والرياض لا. بس أهلك إيش كانوا يحكوا أو المجتمع اللي حواليكوا؟ عن شو؟ كان في مشاكل؟ الطائف أقرب قصدي اجتماعي، بتعرفي كان في الرياض اللي هي البلد زي أنقرة في تركيا يعني هيك
المدينة اللي كلها شغل وأقل انفتاح. الخبر والدمام كان فيها أرامكو، فكان فيها فعليا يعني أكثر أجانب وأكثر حضور، فكان في مستوى اجتماعي مختلف. وجدة طبعا يعني جدة، فبس عم بجرب هيك فضولا يعني مش ولا واحدة من الحالات هذول. يعني الطائف ممكن تكون زي هيك، بس احنا ما عشنا في الطائف، احنا عشنا في قرية قريبة من الطائف اسمها رانيا، اظن انها قرية ان شاء الله على معرفتي، وما قبلها الحائل برضو يعني قرية بتخيل قريبة من حائل المدن، بس هذول قرى. فالاجانب مش كتار، الاجانب اللي هو غير السعودي او غير السعودية مش كتار. كنا بنروح هناك لانه بابا مهندس مدني كان بيبني اولا البلدية، بعديها بيعمر المكان كله، الشوارع، المدارس، شغلات هذه كلها، واحنا بنجلس في المدارس هناك، وبس يخلص طبعا بيجيبوا حدا سعودي بعدي كمدير، واحنا بنروح على القرية اللي بعديها وهكذا. بس الشكل الاجتماعي كان فيه شوي، يعني كان فيه شوية فلسطينية بس مش كتير، مش زي المدن الثانية. كان مولات، ما في في حدائق، فيش أماكن ترفيهية كتيرة، ما في ملاهي، يعني قرية صغيرة الطلعة فيها مش كتير سهلة، بتعرف حتى الطلعة في السعودية بشكل عام أصلا مش كتير سهلة، إنه بابا لازم يوصلنا بالسيارة، لازم يروحنا من السيارة، الشبابيك دائما أسود عشان ما نعرفش إنه في بنات بالسيارة، والشغلات هذه كلها، ف يعني ما كانت سهلة. بس كنا غالبا نروح على مكة أو المدينة في الإجازة الأسبوعية، إنه ما كنا نضل كتير، إنه ما في شيء بنعمل هناك. ومحيطكم الاجتماعي أو عائلتك وأصحابهم كانوا من العائلات المقيمين في السعودية المتدينين أو لا؟ والله شوف أنا كنت لصف سادس، يعني متدينين ما متدينين، الظاهر هم متدينين عادي، إحنا كلنا كنا نلبس عبايات وشالات ونقاب. لا لا، مش هذا المعيار بالسعودية، مش العباية، أظن الكاسيتات الدعوية. يعني كان في أشرطة أو سيديهات الدعوية اللي كانت الناس بتتبادلها في البيوت، شكل برمضان في يعني ممارسات أكثر دينية هيك، فمن هذا الباب عم بسأل. أغلب أصحابنا كانوا في عائلة فلسطينية، في عائلة كمان فلسطينية، وفي أردنيين وفي لبنانية، عادي يعني التدين تبعنا العادي اللي هو بنروح بنعتمر كتير، لما يكون في وقت بنروح على الحج وشغلات زي هيك. بس الأشرطة الدعوية ما أظن كانت توصلنا من أصحابنا، كانت توصلنا من المدارس، كانت توصلنا باي يروح على الجامعة ويجيب هدول الناس اللي بيعيطوا بيصرخوا وبيحكوا شغلات بتخوف على موسيقى صاخبة. كان في أو صراخ، مش عارفة كان موسيقى ولا صراخ، بس كان فتح الكاسيت كان كابوس أيامها، ما كانش سعيد خالص. طيب أنا بدي أوقف حالي، أمنع حالي من 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 هيك من تعباية الفراغات اللي هي، لأنه هون في رواية تانية ممكن أبنيها أنا وياك على هديك المرحلة. بس بدي أستكمل الأسئلة من محل كيف بتحبيش يتم تعريفك كمان. كيف إيه؟ كيف ما بتحبي يتم تعريفك؟ كيف ما بحب يتم تعريفي؟ أوكي، كيف ما بحب يتم تعريفي؟ ما بحب يتم تعريفي ضمن أطر، بحب يتم تعريفي كحلا. يعني في ناس مثلا عندهم صور معينة لحركات معينة وبيروحوا مطلقين الشغلة هذه علي، هم أصلا ما عارفيني. فإذا حدا عرفني من الإطار المعين سياسي أو الحركة المعينة بدون ما يعرفني أنا نفسي، بيكون كتير مضر. إنه يعني أنا إلي شخصيتي وإلي طرقي وإلي الشغلات اللي بشتغل فيها، وما ممكن تعريفها في إطار واحد، اللي هو أنا أصلاً بأكره التعريفات. أنا شخصية مستقلة حتى على الاعتبار السياسي، ولكن بشتغل مع الجميع. يعني مثلاً في بحثي حالياً بشتغل مع كل الأحزاب، كل الأطر، كل أماكن تواجدهم بدون أي مشاكل، لأنه لو بده الواحد يغطي المليونين والفوق 300,000 لازم يشتغل مع الجميع. فما بحب يتم تعريفي كمنتمية لحد أو لفكرة كاملة بدون ما يتم تعريفي كحلا بكل الشغلات الموجودة فيها. ما بحب فكرة التنميط بالتعريف. أوكي. حلا في السؤال اللي بتعلق بفلسطين، وبحالتك عشان هيك جربت أجرب أسأل شوية عن مرحلة السعودية، بس شو القصة اللي عملتك فلسطينية؟ شو القصة اللي عملتني فلسطينية؟ أوكي، حلو كتير السؤال. شو القصة اللي عملتني فلسطينية؟ ما بقدر أحكي إنها قصة واحدة، في قصص كتير.
بس فينا نحكي مثلا واحدة من القصص لما واحنا صغار ماما كانت كتير تحكي لنا قصتها أو شو صار معها في فلسطين. ماما وهم صغار كانوا أظن كان عمرها يمكن 5 سنين أو شيء، وكان معها خالينها وكانوا أصغر منها يمكن 4 سنين 3 سنين، وكان معها ستي وأبو ستي جد ماما تمام، ومش عارفة شو كان الوضع بالضبط، بس كان في كانوا موجودين في المدرسة بالأطفتوت وصار في نوع من أنواع حجر منع التجول أو شيء، فبناء عليه ضلوا جوا المدرسة وكان في إطلاق نار وأشياء وإلى آخره، فضلوا متخبين في زي مخزن أو يعني غرفة حارس أو شيء داخل المدرسة لغاية مع أساس يخلص الموضوع وبعدها يطلعوا. فهم قاعدين وقف الطخ تماما، وقف كل شيء. فبتذكر إنه سيتها كان كتير طويل على كلام ماما، إنه فتح بس إنه في شباك يطلع إذا وقف الموضوع ولا شو بصير، فأجت رصاصة في راسه أو في عينه وما بعرف شو بالضبط، فوقعد يعني عليهم كلهم، كان كتير ضخم وبدأ طبعا يغرغر وهيك، وكان هم الصغار هدول اللي حواليه وكذا، وكمان أظن كان خال من إخوانها اللي أكبر شوي يمكن إعدادي أو شيء. فضلهم هيك لغاية ما نفك حظر التجول أو ما نفك ما بعرف شو صار. المهم الإخوة الشباب اللي في الإعدادي شالوا أبوهم عظهورهم وطلعوا فيه من فوق المدرسة، على صاروا يجروا لغاية ما وصلوا للمستشفى، بس فعليا كان ميت لوقتها. فرجعوا تاني ونطوا فيه لباب يعني من المدرسة، ضلوا ينطوا فيه جدران لغاية ما وصلوا لبيت البيت اللي هم ساكنين فيه، ولأنه كان حاضر تجول وكان الوضع كتير سيء ما قدروا يدفنوه في المدافن، فدفنوه جوا البيت في الصالة أو في يعني في المكان الأغلب الوقت هم موجودين فيه. فبتحكي ماما أنه أغلب الوقت وقتها كانت يجي وقت الفطور أو يجي وقت الغداء، فالولاد الصغار يصيروا طقوا عليه، بابا اطلع افطر، بابا اطلع اتغدى، وقدي الموضوع هذا يعني أثر عليهم بشكل مش طبيعي. مثلا التوت هلأ بطلت تاكله، شغلات كتير مرتبطة عندها في الموضوع. فالقصة هذه من وأنا صغيرة إنه شكل كتير من هويتي، إنه ليش هيك، ليش صار فينا، ليش إنسان فلسطيني لازم يتعذب وهو أصلا مش عامل أي حاجة في حياته، ليش الاحتلال وليش الأطفال يعيشوا الشغلة هاي، وليش الكبار يتعذبوا أصلا ويعيشوا الشغلات هذه كلها ويخافوا على صغارهم والأمور هذه كمان. هلأ بنفس الوقت كنت بعرف إنه خالاتي اللي في السعودية نازحات ما معهم هويات وقاعدين هناك، فبرضه هذا شكل جزء إنه أنتوا ليش ما بتقدروا يعني تعالوا نروح إحنا وإنتوا على فلسطين زور ستو وجدو وهيك، بعده ما كان عندهم القدرة. فهذا كمان شكل جزء من الهوية عندي، إنه كيف الإنسان الفلسطيني المغترب مضطر يكون نوع من أنواع الدائرة أو المجموعة من الفلسطينيين حواليه لحتى يحس شوية بشعور الوطن، إنه فعليا ما عنده القدرة يرجع بتاتا لأسباب كتير سياسية متعلقة بالاحتلال. جيتي في 2005 شهر 7 يعني بتذكر كنا كتير صغار، بس كنا نعدي على التشيك بوينتس، الحواجز، كنا نعدي على الحواجز، وكان فعليا واحنا معديين الحاجز كانوا تخو علينا، فاحنا كانت السياره تكون بتمشي جراي واحنا كنا موطين، فانا ما كنت فاهمه ايش ليش هيك بصير، يعني سياره معديه ايش في ايش مالهم. وأكبر شيء أثر فيه أنا كحلا عدوان 2008-2009. في عدوان 2008-2009 كان يعني السنوات اللي قبل كان صاير شغلات، كان صاير أحداث، كان تفجير هان فجروا لنا محطة الكهرباء، فجروا أكثر من شغلة، أو كان في أحياناً استهدافات لبعض القيادات وشغلات زي هيك، وبنتضايق وكذا. بس كنت كتير صغيرة يعني أيامها كنت بصف 10 2008، فكنت كتير أصغر قبل يعني، فما كتير كنت أستوعب الموضوع إنه في شيء صار، في شيء بزعل ويعدي الموضوع. زائد شكل هويتي كتير موضوع استشهاد محمد الدرة الله يرحمه، يعني كنت في السعودية بس المشهد ما كان عمري غريب عن حال عن بالي، كنت أفتح الأناشيد وين الملايين أظني أغنيها وأنا صغيرة، كنا نمثل في المدارس
لما نعمل مسرحيات كنا نعمل مسرحية للمشهد هو والده والطخ والشغلات هذه كلها، فهذا جزء. بس نرجع ثاني للعدوان. في العدوان كنت صف 10، كنت في المدرسة وماما كانت بتدرس هناك نفس المدرسة، وخلصنا امتحان العربي امتحان الأول، وكنا داخلين على امتحان ثاني، أو لا خلصنا الاثنين، وأنا طالعة بدري من الصف وبستنى صحباتي يخلصوا وماما تخلص، وقاعدة في الساحة عادي. فجأة ما لقيت غير الأرض تطلع من كل اللي حوالينا. كنت في مدرسة الجليل أيامها اللي هي عند جامعة الأقصى، يعني حوالينا كلها مناطق أمنية اللي صار فيها تفجيرات كبيرة، زائد الشوارع العامة برضو فجروها. ففعليا يعني قبل الصوت كنا نشوف الأشياء تطلع هيك انفجارات ضخمة جدا، وبعدين نسمع أصوات مهولة مش طبيعية، والدنيا صارت بني وشغلات بتطير، ويعني أنا بالنسبة لي كان جهنم، بدأت جهنم علينا، وما كان عندي أي شيء لأربط، يعني كان أول مرة في حياتي أشوف حاجة زي هيك، وبتخيل كل اللي كانوا موجودين. والمشهد اللي ما بقدر أنساه إنه كان البنات قاعدين بيحاولوا يتصلوا أهاليهم، وهيك خط القصف، وكان كمان شركة الاتصالات، فكل الخطوط كانت مفصولة، وكان أستاذي العربي واقف يعني في النص، لأنه كان يعني اللي بيروح بيراجع بالامتحانات وهيك، بس بيضلوا تحت معنا. فكان واقف بطلع عليه اللي هو حاطط إيده على ودنه ومنزل راسه وبيصرخ بأعلى صوت. أنا لما شفت أستاذي رجال كطفلة بالنسبة لها إنه الآباء هدول أكتر ناس يعني قويين وهيك، وحاطط هيك إيده على ودنه وبيصرخ بأعلى صوت، إيش اللي قاعد بصير؟ فانصدمت خالص، ضليتني واقفة في المدرسة، البنات بيغمى عليهم اللي هاولي الأحداث، زائد إنه أهليهم ما بيردوا مرعوبين، والكل بيصرخ والكل بيعيط. نزلت ماما وبدأنا نطلع، يعني نطلع من المدارس، بس يعني رعب وقصف في كل مكان، ممكن في أي لحظة يقع عليك شيت وقع عليك أشلاء، يعني الشغلات هذه كلها. وبعديها ضلينا يعني مشينا لغاية ما وصلنا البيت أنا وماما، وبدأت مرحلة انتظار بقية العيلة. إحنا سبعة أصلا، شابين وخمس بنات وبابا وماما، بس أخويا كان برا، فكنا فعليا بنستنى أنا وماما بس كنا موجودين في البيت، فبنستنى ست أشخاص يروحوا، ولك أن تتخيل التوتر. إخواتي الصغار غادة ومحمد كانوا في المدارس، يعني أسوأ شيء صار في 2008، كتير شغلات سيئة، بس أسوأ شيء في أول يوم كان في حفل تخريج لضباط أو شرطة، حفل ضخم جدا. في الحفل هاد تم قصفه على كل اللي كانوا فيه، في يعني الصور والفيديوهات كانت كتير مرعبة. الحفلة هاي كانت إقبال مدرسة إخواتي الصغار، وإحنا ما بنقدر نطلع ناخدهم لأن أصلا ما بنعرف وينهم، المدارس حكوا فضيت ومش معروف وين الأطفال راحوا، والباص روح، الباص المفترض يروح ومش موجود، نتصل عليه من خش الصغار وما بنعرف أي حاجة. وين بعدها يمكن ضلينا توتر لغاية ما روح أكثر من حدا من أفراد العيلة. في الليل خالص كلمونا ناس أصحابنا، طلعت أختي الصغيرة وأخويا موجودين عندهم، ورحنا وأخذناهم، واستمر العدوان بالشكل السيء حسب الله ونعم الوكيل فيهم مثل ما استمر. وبعدها طبعا العدوانات الجاية 2012 2014 كان كتير كتير سيء، 2021 ما كانش طبيعي، 22 23 وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم، كلهم أثروا بشكل كتير كتير كبير في هويتي كفلسطينية. من القصص اللي كلها حكيتيها، إذا بترجع تتذكري أكتر إشي على مستوى هوية وعلى مستوى علاقتك مع فلسطين ومع الاحتلال، أكتر قصة فعليا عملت لك الأثر، أي واحدة فيهم؟ غالبا في عدوان 2008-2009، لأن أنا كنت بعرف يعني مصطلحات عامة مجردة إن إحنا تحت احتلال وإن إحنا بيتم قتلنا منهم، بس ما كنت فاهمة شو الخلفية التاريخية كتير، ولا كنت فاهمة شو اللي قاعد بصير، ولا ليش هم قاعدين بيشتغلوا الشغلات هذه، ولا كنت يعني كنت بسمع عن صبرا وشتيلا على مجدر الدير ياسين والشغلات هاي كلها، بس ما كان عندي اللي هو المعرفة الكبيرة أو الاطلاع الكبير في الموضوع. فمن العدوان نفسه، من بعد العدوان بدأت أطلع بشكل كتير كبير على القضايا هاي، بدأت أقرأ لحتى باللغة الإنجليزية لكتاب بعضهم يهود بس ضد إسرائيل وضد الاحتلال الإسرائيلي، وبدأت أحاول أنمو في الشغلات هذه. ف
بشكل معين تجربة العدوان كانت كتير كبيرة في تشكيل هويتي، بس يمكن بال 2018 مريت بتشكيل، يعني أنا ما فيني أقول إنه هويتي كفلسطينية تشكلت بحدث واحد، مفهوم. يعني لا فقدنا الأصدقاء ولا الأقارب ولا الناس اللي فقدناهم بالعدوان مثلا 8 و12 و14 ولا بالشغلات اللي بعدها لحالها، بس في كمان شيء كتير كبير أثر على نظرة القضية وهويتي والشغلات هذه وبحثي وشغلي في الموضوع، كان مسيرات العودة 2018-3. أنا من الناس اللي في البداية بسبب التعليم وبسبب أني إنسانة، أنا إنسانة طموحة وإنسانة دائما بشوف أنه في أمل وبحب أي شغلة قدامي أشوفها أني أجربها، ما عندي مشكلة إذا فشلت، بس على الأقل بحكي أن أنا جربت وشفت يعني اتأكدت أنها فشلت فبروح لشيء تاني، بس اللي هي أني ما أسيب يعني أسيب الشغلة بدون تجربة بتاتا، هذه شغلة ما بحبها. فبالتالي في 2018 شهر 3 لما بدأ نداء لمسيرات العودة والشغلات هاي، فكنت من الناس اللي لازم نطلع وبطريقة معينة نوري المجتمع كله إنه الاتفاقيات اللي تم الحصول عليها، إنه الإنسان الفلسطيني مثلا، إنه الاتفاقيات اللي هو بالعودة والشغلات هاي إنه من حقوقنا، زاد الإنسان الفلسطيني قادر على إيصال رسالته وصوته بشكل العالم يفهمه ويوري انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. فيا ما أقنعت أهلي وطلعنا رحنا وعادي وقفت اللي هو على يعني كانوا مدينا مسافة معينة نقف عليها هي 700 متر، بعد 700 متر ما دون ذلك أنه حيبدأوا يطلقوا النار. وأنا موجودة هناك حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، كنت واقفة على 900 متر حتى مش 700، وأهلي كانوا في أماكن كان في أشياء اللي هي خيام واحتفالات ودبكة وأعراس فلسطينية وناس بتطبخ برضو أكل تقليدي وشغلات زي هيك، كان في كتير فعاليات، بس أنا كنت من الناس اللي قاعدة اللي هو عبارة 900 متر ومعي كتابي وبقرأ كتاب عن تأسيس الدولة على أساس إن إحنا يعني إن شاء الله تمشي الأمور ونأسس الدولة. وأنا قاعدة كان أجت صديقة إلي وصارت تحكي معي، فكنت بطلع على الجهة الثانية لورا، يعني مش باتجاه الحدود، باتجاه القطاع. فأنا بطلع كان في مجموعة من الأسعافات، واحد من الإسعاف وقف في جنبي شاب، الشاب هو واقف قدام عينيا طلقة براسه قناص واستشهد على الفور. فأنا بديت اللي هو أوكي إنه شو اللي قاعد بصير، أنا وين قاعدة. بعديها بيوم نقل السفارة الفلسطينية، هو أيامها أنا كنت برضو بعمل نوع من أنواع الحوارات مع برلمانيين ومع سياسيين من أكثر من دولة من خلال بعض المؤسسات، سواء بيجوا أرض الواقع وبناقشهم باللي قاعد بصير بالقضية الفلسطينية أو إنه أونلاين بيكونوا ممنوعين إنهم ياخذوا تصريح وفوتوا قطاع غزة، فبنتناقش برضو في الموضوع. فخلالها كنت بحكي لهم إنه الصحافة بتنقل لايف لكل العالم اللي قاعد بصير، والمنظمات الحقوقية قاعدة بتسجل كل انتهاكات اللي قاعدة بتصير، والمجتمع الدولي ما بيعمل أي شغلة، فإحنا ليش نضلنا نآمن فيه؟ يعني شو السبب؟ في يوم 14-5 اللي هو أيام نقل السفارة والشغلات هذه اشتدت كتير الأمور، على كان قبل النقبة بيوم وكمان كان يوم نقل السفارة، فالوضع أنا كنت في ملكة اللي هي منطقة غزة كان كتير 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 سيء. فأنا كنت برضو واقفة زي العادة أو قاعدة على بعد أكثر من 900 متر ومع كتابي بقرأ فيه، والناس إنه برضو واقفين عادي. وإحنا واقفين فجأة ما لقيت غير إطلاق نار عشوائي وكثيف جدا جدا جدا، قنصه ما بعرف إذا بتخيل اللي هو بيكون زي سيارة أو شيء فوقيها إشي بيضخ إنه بشكل كتير كبير، زائد الطيران زائد القنابل الغاز المسيل للدموع كانت كلها على تطلق بنفس الوقت، وأنا قاعدة يمكن عشرات حواليا رصاصة اللي في راس اللي في رجل اللي في كذا ويقع على الأرض، راس كذا كذا ويقع على الأرض. فوقتها على الاتصال أنا كمان لأنه تخصص الأول طب أسنان ومعايا دورة مسعف، فكنت داخلة مع الهلال الأحمر متطوعة خلال مسيرة العودة لحتى أساعد في الإسعافات لما يكون في أعداد كبيرة ومحتاجين نجدة. فإلا اتصال بجينا مباشرة طوارئ إنه حالة عالي، إحنا في الخيمة الميدانية والوضع صعب جدا، المئات إذا مش الآلاف قاعدين بوصلوا على الخيمة، إصابات بالغة الخطورة. فمسكت حالي وجراي رجعت على الخيمة. طبعا للأسف كتير ناس استشهدت هناك قدام عينينا وبين إيدينا، قد ما حاولنا نوقف النزيف قد ما هذه الإصابات كانت كتير خطيرة، أغلب الإصابات كانت تكون بالأطراف، يعني
أكثر نسبة من الإصابات كانت في الأطراف وأكثرها في الأطراف السفلية، وكانوا لما يطلقوا النار مش يعني هيك هيك، لا كانوا ياخدوها من الجنب القناصين وتنزل الركبتين سوا لحتى يكون بتر كامل للطرفين. فللأسف يعني الواحد شاف شغلات كانت كتير 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 سيئة، وكان قاعد يعني لفترة معينة من حياتي كان عندي شوية إيمان المجتمع الدولي ممكن لو وصلنا له الطريقة بطريقة أفضل الرسالة أو كذا إنه ممكن يتحرك الأمور هاي كلها. بس يمكن مسيرات العودة بجانب القضية الفلسطينية والشغلات والسياسة والأمور هذه أثبتت لي بشكل قاطع إنه لا، مش المجتمع الدولي اللي ممكن يتدخل، إحنا لازم نلاقي حلول في حالنا. يعني قصة طويلة مسيرة العودة بغض النظر موضوع تاني. هلا في المدرسة، في المدرسة أنت كنت تقعدي في الصف الأول ولا الصف الأخير في الصفوف؟ حسب، لما كنت من يعني في صفوف كنت طويلة فيها فكانوا يقعدوني ورا، وفي صفوف كنت قصيرة فيها فيقعدوني، بس ما كنتش أحب أقعد قدام خالص. ما كنتش أحب أقعد قدام، ما كنتش أحب أطلع الأولى، ما تحكيش لأهلي لأنه الأولى دائما عليها شغلات كتير، لازم تفوت مسابقات ولازم تروح تحكي في الإذاعة ولازم لازم لازم. ما بحب حد يجبرني على شيء، حب أنا أقرر إيش بدي وأدخل فيه. فكنت دائما أحاول إنه لا، ما بدي أطلع الأولى وما أقعد قدام، ما بحب. وكتير في الصفوف كانوا بيفكروني من يعني راسبة، وكان أكثر من مرة إنه ينادوني إنه شدي حالك وأحكي في الصف وكذا، وبعدين لما تطلع العلامة أكون مثلا الوحيد اللي مسكراها، نادين الأنتي وتقول إنه إيش فيه، مالك، ليش هيك، إنه ليش هيك ما بتشاركي في الصف وأنت يعني شاطرة وبتسكر العلامات. فمش كتير كنت أحب أكون نشطة في الصف. وللأمانة بنات صف يعني هلأ لما بدأت شوية أنه أنا أعرف وأكون يعني عاملة شوية دوشة، فبينصدموا أنه حلال بنت الهادية النعومة، أنه كيف ومتى، أنه ما بيصدقوا خالص أنه نفس الحدا اللي كنت زمان. فغالبا كنت أقعد صفوف ورا، ما كنت أحب قدام. حتى كنت أقدر أكل في الصف، كان الموضوع حلو وأقدر أنام، كنت كتير أحب أنام في الصف. طب هلا في اذا بدي ارجع هيك، انت قاعد بتحكي بجولات يعني خطيها، باضرابات خطيها، باشياء على مستوى تغيير صارت معك، بس اذا بدي اسالك اول مره شعرتي انه في شيء لازم يتغير او في شيء لازم تغيريه من حالك او في شيء لازم تنتزعيه، بنفس منطق السؤال تبع شو القصه اللي عملتك فلسطينيه، يمكن شو القصة اللي خلتك تبلش بالمسار التغيير ونقاش يمكن حقوق المرأة أكثر وحقوق المجتمع؟ والله كتير صعب الواحد يلاقي الشغلة الوحيدة أو الشغلة لا لا، ما بدي الشغلة الوحيدة، أنا بدي الشغلة اللي عملت أثر، ويمكن أول قصة بتخطر لك، يعني مش بالضرورة هذا، ما في دقة السؤال. هلا انا ما بتذكر، مش متذكره بالضبط هذا الحدث متى صار، بس بتذكر كان في قصه في الضفه الغربيه لصبيه كانت مروحه من الجامعه، وعادي يعني بتعرف في الاخر انت طرق فيها شغلات صحراويه او طرق مقطوعه بشكل او باخر، والبنت كانت في السياره كمان مجموعه يعني من الطالبات والطلبه وهيك، فسواق ما بعرف شو اسمه تاكسي او شيء اكبر من التاكسي يعني زي الميكروباص، سائف أكثر من مكان، نزلهم كلهم وما نزلها وأخذها على منطقة واعتدى عليها جنسيا وقتلها. ففي أيام أو هي نطت من الشباك وماتت يعني. فبأيامها يعني أنا كنت بنزل وكتير محموقة ومقتولة على البنت هاي، يعني ليش هيك وطالبة وما بعرف شو، ليش ما في أمان والطرق وكذا، إلا بلاقي تعليقات إنه الناس عادة تتهم فيها انه هي وتستاهل، وانه هي السبب، هي الرجال هذا صار مجرم بسببها والى اخره من الكلام. وليش البنات اصلا يطلعوا من بيوتهم، هي لو ما طلعت من البيت واصلا ما تعلمت لما كان صار هيك. فبيلوموها كمان انه الرجال ارتكب جريمه فيها. فوقتها شعرت انه البعض في المجتمع عندهم مشاكل حقيقيه مع المراه، يعني ما عندهم مشكلة مع مثلا البعض اللي فيه مثلا عندهم إشكاليات معه، لا هم عندهم مشكلة مع المرأة كمرأة أو كراهية للمرأة كمرأة. فبنيحوا أو بفضلوا إنهم يلوموا النساء في الحالات هذه عن إنه يشوفوا المشهد ككل يعني، أو يحسوا بنوع من أنواع الشفقة أو التعاطف أو أي حاجة يعني، حتى لو شفقة مصطلح سيء عم يحسوا
بس حسوا أي شيء، أي شعور إنساني مع الضحية هاي اللي مرت في المصايب هاي كلها، الرعب اللي عاشته، الاختطاف اللي صار فيها، الاغتصاب والقتل، ومع هيك الناس لا. فهذا شكل لي مشكلة إنه إيش 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 بصير، ليش الناس هيك؟ وما بنفع تضل هيك، لأنه كمية الظلم اللي قاعد بتكون على نصف المجتمع على الأقل مش طبيعي، وطول ما إحنا علينا الظلم هاد مستحيل نقدر يعني نوصل للتحرير، أو على الأقل هذه رؤيتي، لأني كتير كنت مهتمة بالتحرير وما زلت مهتمة، فقررت أني أركز على الجانب الاجتماعي والسياسي هو بنفس الوقت، من خلاله بعديها أركز على الجانب السياسي اللي هو مع الاحتلال الإسرائيلي أكتر، شغل على الجانبين بس تركيز الأكبر صار حالياً على الجانب الاجتماعي السياسي. طب حلا حكيتي أنت هلا قصة عن الضفة، وإذا بنفع نعمل يعني نشوف أوجه من أنت كيف شفتي سواء في غزة أو من برا، عشان نقدر ننطلق أو نبني سوا بخصوصية المرأة أو الصبايا في غزة عن الضفة، عن مناطق 48 والقدس واللاجئين. بس بنفع هيك أكتر تحكي لي شو خصوصية المرأة في غزة؟ خصوصية المرأة في غزة هلأ عن بقية الفلسطينيات؟ هذا السؤال بيحتم إن أكون بعرف شو طبيعة الفلسطينيات في باقي الوطن، فبناء عليه أحدد خصوصية المرأة في غزة. ولكن بشكل أو بآخر حاول أحكي عن الشغلات اللي بعرفها إلى دخل بال. دي أوقفك من بعد إذنك عشان نكمل الحوار وأنت مرتاحة في هي الحلقة أصلاً، والحوار كله قائم على مشاهدات وتفاصيل، هو مش بحث أكاديمي. أقل ضغط. لا أنا أعطيك المقدمات كلها، تمام؟ فإحنا فعليا أنت ما يعني ما قدمتك بأنه ممثلة الصبايا في غزة أو ممثلة المرأة في كل فلسطين وهيك، فزي ما اتفقنا يعني. فأشعري بس مريح أنه أنا بالآخر عم بسأل يعني على شواهد مشاهدات أنت شفتيها، وبتعي نبلش من محل الإشي القانوني يمكن أسهل. تمام، أوكي. يعني قانون الأحوال المدنية. تمام، هتسأل ولا أبدأ على طول؟ يلا ابدي. تمام، خلينا في البداية عشان نرتب الكلام نبدأ من الجانب القانوني. هلا القانون عندنا بنقسم يعني الضفة الغربية والأراضي هناك فيها قانون الأردني، عندكم قانون عقوبات أردني وقانون عائلة أردني. في قطاع غزة القانون عندنا مختلف، عندنا قانون عقوبات من سنة 36، قانون انتداب بريطاني، ففي كتير إشكاليات، زائد قانون العائلة المصري من 54. فأول حاجة جملة القوانين اللي يعني بتحكم المرأة أو بتقرر مصير المرأة في المنطقتين مختلفات. مثلا أي امرأة بتطلق وبدها تأخذ حضانة أولادها في الضفة الغربية معها 15 سنة لولاد. في قطاع غزة الولد الذكر 7 سنين ممكن تمدده لـ9 إذا بحتاجها، البنت 9 سنين ممكن تمددها لـ11. فهذا مثلا أحد الفروقات اللي كتير بسيطة وكتير يعني شائعة وموجودة وبتأثر حياة النساء بشكل كتير كتير كبير. شغلة تانية موجودة عندنا برضو في هي مش قانون بس شغلة اجتماعية يعني فيك تحكيها، إنه زي عارف اجتماعي صار، المرأة اللي بيستشهد زوجها أو بيموت بس غالب لما يستشهد عادة بيميلوا لتزويجها من أخوه. ما بعرف قد ايه هذا الامر ماشي في بقيه المناطق، بس بيجبروها على الزواج من خلال لانه احنا نساء ما معنا التحكم المالي او الوصايا الماليه على اولادنا والاطفال الايتام. يعني موضوع الفلوس موضوع كتير مهم اللي حيصرف عليهم والشغلات اللي بتيجي للايتام. فبالتالي لانه المراه ما معها الشغلات هذه فبتنجبر انها تتزوج اخو شقيقه اللي استشهد او مات لحتى تحصل على الحق في الشغله هاي. ولقبل 2009 كمان ما كان معها الحضانه، فكمان كان ممكن يعني الجد ياخذ الحضانه ويجبرها في هذا الموضوع، وبرضه بيجبر الرجال يعني الاخو غالبا بينجبر يعني ما بيكون مبسوط وهو بيتزوج الزيجه هذه. شغلات ثانيه لها دخل في المراه الفلسطينيه، طبيعه الحصار. هلا انا قابلت صبايا يعني من الضفه الغربيه وهيك بيطلعوا بيسافروا بيشوفوا ناس من جنسيات تانية، فبشكل او باخر المجتمع صار عنده تقبل يعني لفكره سفر البنت وطلعتها والشغلات هاي حتى لو من عمر اصغر شوي. الامور احنا صعبه كتير، احنا عندنا هلا يمكن 18 سنه صار له الحصار، فالناس حتى اللي زمان دارسه برا نساء حتى يمكن مثلا الام لو دارسه برا هلا هي فقدت القدره على تخيل
كيف في الزمن هاد إنه ممكن بنتها تطلع برا وتضل آمنة، والأبو نفس الكلام حتى لو كانوا الاثنين جايين من برا، بس مع القعدة والحبسة وإنهم ما بيشوفوا الناس اللي خارج قطاع غزة كتير، خلاهم يأخذوا القدرة على تفهم كيف الوضع اللي برا ممكن يكون آمن، أو كيف إنه البنت لما تسافر أو تطلع لحالها إنه ما في مشكلة، زائد بسبب الحصار. يعني الشباب والبنات قل كتير سفرهم برا والبنات أكتر، فالتجربة يعني تكرار التجربة أمامهم إنه هاي والله بتدرس برا وهاي بتدرس برا وهاي بتدرس برا قلت كتير، فبالتالي البنات لما تكون بدها تسافر للدراسة أو العمل في الخارج بيكون الموضوع كتير صعب. أنا في عندي حدا بنادي كارة برا عادي هلا عادي ما في شو ببيع سنة نادي تاني أنا بسمع أزين حكا بطاطا شو مشكلة هي وسكت تعطي ألف عافية الله يرزقه. لا أهم إشي بس تبع الحديد نحاس ألمنيوم خربان للبيع هداك ما يجيش. لا تلاجات هداك بسكتش فعليا متواصل بضده يحكي الله يرزقهم معينهم. الجو حريقة برا أظن عنا فوق 30 الحرارة، فالله يعينهم والله. يا يوم صعب. والله الجو كتير سيء. نكمل كمان إشكاليات تعاني منها المرأة في القطاع. في كتير شغلات لها دخل في الثقافة، يعني مثلا من خلال الشغلات اللي بتمر علي، النساء أحيانا لا سمح الله إذا تعرضت لأي نوع من أنواع الاعتداء، لو اعتداء من حدا مش ما بتعرفه يعني مش محرم، أو ممكن بتعرفه بس مش محرم، عادة بيتم تزويجها له لحتى يتم يعني خلص إنه ما يتعاقب الشاب والشغلات هذه، زائد إنه الأهل يعني مش أهل المغتصب بيكونوا عادة اللي بيجروا في الموضوع، عادة أهل البنت هم اللي بيكونوا بيجروا في الموضوع على أساس إنه هيك السترة وهيك الشرف وهيك اللي ما بعرف شو، فبيجروا بالموضوع يترجوا المغتصب وأهله لحتى تتزوج هي. ولك أن تتخيل كمية الكوارث إنها نفسياً أصلاً من زوجها حتى دمر حياتها واغتصبها، زائد إنه بضل يلومها طول حياته إنه أنت السبب في الموضوع وأنت اللي خليتيني مثلاً أتزوجك وأتحمل وكذا وكذا، فبصير يلومها هو وأمه يعني أو هو وأبوه أو هو وكذا في قصص كتير، فبتعرض لعنف شديد بسبب هذا الموضوع أصلاً. زائد لما يكون لا سمح الله الاعتداءات من المحارم، أنا ما بحكي إنها ظاهرة ولكن موجود، حتى لو موجودة كحالة وهي أكتر، بس لو موجودة كحالة سكوتنا عليها بيحولها لبؤرة والبؤرة بتصير ظاهرة والظاهرة حتدمر المجتمع. فبرضو لما يكون في حالات لها دخل في المحارم وهيك، لأن القانون عندنا قانون بريطاني عقوبات بريطانية، فالقانون اللي بحكم هذا النوع من الاعتداءات هو قانون اللي اسمه سفاح ذوي القربة، وبيحدد عمر الفتاة اللي بيتم الاعتداء عليها من 16 ل 21 سنة، ولازم ما تكون متزوجة. فهو ما حدد يعني أي عقوبة لما يكون مش متزوجة إلا ما تكون متزوجة، ولا لو كانت أصغر ولا أكبر، بس هذه النقطة اللي في سفاح القربة، وسماها سفاح يعني ما سماها اللي هو اغتصاب أو شيء زي هيك، والسفاح بينزل في معنيانه اللي هو بالموافقة وعدم الموافقة، فبرضه في وصمة عار أصلاً في رفع القانون من هذا، وعقوبته 5 سنين فقط مقارنة بالاغتصاب لغير المحارم 14 سنة. ولكن في الآخر يعني مثل ما لما قابلت أرباب القانون وهيك حكوا لي بشكل أساسي دولة انتداب أو انتداب جاي ما حيكون حاطط قانون بينصف الأسرة، بالعكس حيكون حاطط قانون بشتت وبدمر الأسرة، وللأسف القوانين هاي لسه سارية عنه أصلاً. هذا أصلاً لو وصل للقانون أغلب الناس بتحل الموضوع داخلي، لأنه يعني مثلاً الأبو أو الأخو فبيسيطروا عليه عندهم داخلياً في البيت وما بصير أي عقاب عليه، أو بيستمر الموضوع والكل بيضلوا ساكت عشان سمعة البيت وسمعة الأسرة، أو في كتير حالات وهذا اللي برضو لقيتها في المقابلات بيقتلوا البنت نفسها خصوصاً لو صار حمل، بيقتلوها بتهمة الشرف وبيحكوا يعني أيام هالحدا اللي حكالي كان أخو يعني أب اغتصب بنته 21 سنة مش متزوجة، والأخو اكتشف واتفق هو والأخو إنه يقتلوها بتهمة الشرف عشان تخفيفات الشرف لعنا. العام حكالي إنه كانوا عارفين عن الموضوع وهيك وما حدا تدخل في الموضوع، وبرضه لما طلع في الشرف برضه ما حدا حكى شيء لأنه ما في طريقة يثبتوا الموضوع، لأنه إحنا ما عنا تحليل حمض النووي، فحتى لما نعمل فحص للبنت أثبت إنه أوكي في شغلات معينة في المنطقة بس ما أثبت مين الحدا، فما نعرف إنه الأب، فالأب لما قتلها باسم إنه شرف بالنسبة للوضع اللي موجود عندنا كان الموضوع طبيعي، وطلع قتل الشرف عادي طبيعي جدا غير أي مشاكل. فوقتها العام حكى لي شغلة، قلت له أنا مش إحنا كمجتمع بنعتبر البنت هي مصدر الشرف وإنه إحنا دائما بنحافظ عليها وبنحميها وكذا كذا، وحتى أحيانا بيقتلوها وبقولوا عشان الشرف، طب كيف قتلوها للشغلة هاي؟
فرحالة يا بنتي الحقيقة مش هيك. الشرف وصاحب الشرف هو اللي بيشيل الاسم. فالشرف الجد بيجي من الأب ومن الأخ. البنت ما بتمسك اسم عائلتها. فعشان هيك إن قتلت البنت ولا ينحكى عن الأبو اللي شايل اسم العيلة هو اللي عامل شغل زي هيك. وهذا واحد من الأسباب. يعني أنا ما بسمي حالي حالة شومان دائما، أو بس على مواقع التواصل الاجتماعي هلأ وفي الأبحاث أو في الشغلات اللي بعملها التوعوية بسمي حالي حالة القيق شومان، مش بس لأنه ماما اللي حملت فيها 9 شهور وإنها بتستحق الموضوع، أو مش بس لأنه في السنة كان أو زمان في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كان في ناس يعني يكنوا بأمهاتهم وعائلات أمهاتهم، فبالتالي دينيا ما في مشاكل، لا كمان إنه إحنا ما إلنا قيمة طول ما إحنا ما بنشيل اسم أو ما بنعطي اسم. فلهيك كتير مهم إني أضلني وبرضو النساء توعى الشغلة هاي، يضل اسمنا موجود حلل قيق شومان وأعطي اسمي. قانون صح ما بسمح بالشغلة هاي، بس ممكن مع الوقت بالمطالبة كمان يصير في حركة على الموضوع. فبالتالي عندنا موضوع يعني شغلات هاي قتل الشرف برضو كتير سيئة وفيها كتير مشاكل، وعادة بيقتلوا الضحايا فيها. يعني ضحايا الاغتصاب لو ما قدروا يحلوا موضوعها بيقتلوها للأسف، حتى لو كان أسري أو محارم، أو خصوصا لما يكون محارم لا ينجب اسم الأسرة ويطلعوا أبطال، يعني الأسرة اللي تحمي شرف حالها. شو في كمان عنا شغلات مشاكل؟ عنا شغلة يعني عندكم أنتوا شيء شبيه فيها بس ما بظن بالضبط، لأنه بال 2017 صار التعديل القانوني عنا في القطاع، حاجة اسمها الصلح الجزائي. هلا في الصلح الجزائي هاد معناه إنه أي قضية صار فيها تصالح خلص بتسقط تماما، بتبطل ولا كأنها قضية. والصلح الجزائي بصير عنا على مرحلتين، مرحلة في النيابة يعني لحد أول ما يمسك، ومرحلة في القضاء. هلأ لو صار الصلح الجزائي في النيابة ما بتتسجل تهمة أصلا، يعني بيورث من اللي قتلهم وحقوقه كاملة، وصيرت حسن السيرة والسلوك هذه بتكون طبيعية ما فيها ولا إشكالية. لو في القضاء برضو بيطلع، بس بيكون اللي هو كان عليه تهمة. هلأ الصلح الجزائي هاد بصير في كل القضايا، لأنه القانون ما حدد شو هي القضايا بالضبط اللي ما بصير فيها. فالأبو إذا قتل ابنه بيطلع صلح جزائي عادي، عائلته يعني ولاده ومرته بيجبرهم بيصلحوه. الأبو إذا قتل بنته نفس الكلام. أحياناً الزوج ممكن يقتل زوجته، فبتيجي اللي هي جماعات من مثلاً مخاتير وكذا بيعتبروا هذا نوع من أنواع المحافظة على تماسك المجتمع، إنه ما يصير مثلاً قتل للأبو، وبيدخله لحتى يعملوا صلح ما بين العائلتين وعائلة المقتولة تتنازل وخلص ويطلع برضو القاتل في الحالة هاي. مشكلة إنه لما تصير الشغلة هات القاتل لما يطلع بيروح لأولاده الباقيين، وممكن برضو يقتلهم، ممكن يعذبهم، وما حيعمل ولا حاجة لأنه شافوا اللي صار في أمهم، فما حيشتكوا. اللي بنقتل فيهم ما بتعاقب. زائد لما نعمل الشغلات هذه الطفل اللي عنده خيارين، أب بيقتل وبتجاوز كل الشغلات وما بتعاقب، ولا أم مثلا أو أخت كانت ضعيفة وما عملت أي شغلة وماتت، هيختار طبيعي اللي بتجاوز وبيعيش وبتكافئ. فإحنا بشكل أو بآخر قاعدين بنكرر في المأساة هاي وبندمر في مجتمعنا. إيش عنا كمان شغلات؟ عنا كمان في القانون الشرعي معنا معايير للأبو الحاضن. يعني في كتير حالات كان الأبو للأسف مغتصب واحدة من بناته أو قاتل واحدة من بناته، وبس دخل السجن أو طلع، يعني أو حتى لو ما دخله بيرجع لحضانة أولاده طبيعي جدا، وضل معه كل الحقوق القانونية عليهم. هو اللي بيزوجهم، هو اللي بيطلقهم، هو اللي بيقرر سفرهم وعدم سفرهم وكل الإجراءات المالية والقانونية الثانية. فبالتالي عدم وجود معايير، إحنا في معايير للمرأة بس ما في معايير للأم، في معايير للأم في معايير للأبو. فبالتالي طالما الحضانة لا تفقد للشغلات هاي، فبشكل أو بآخر المجتمع بيتعامل مع الأطفال كملكية خاصة للأبو شو ما كان شو ما عمل، لأنه ما في طريقة أصلاً يفقد الملكية هاي. فكتير كتير كتير شغلات، في شغلات لها دخل في الأمور المجتمعية أو بعض الممارسات عند بعض العائلات، لو إنه البنات مثلاً ما تشتغل أو ما تشتغل في أماكن معينة، هذا برضو كتير لسه عنا موجود. جديد بدأ عنا مثلاً نشوف بنات في الكافيهات بيشتغلوا، أو مثلاً محاسبة في مطعم أو إشي زي هيك، هذا جديد، أو في المحلات، جديد وإيجابي يعني الحمد لله. ولكن لسه في بعض الثقافة، أو مش بعض، كثير من الثقافة اللي هي ضد الشغلات هاي. وفي بنات برضو في بعض الأماكن تمنع برضو تعليم البنات نفسهم،
وبرضه موجود يعني في كل فلسطين في بعض الأماكن معينة عند السنة تقريبا بزوجوهم وإلى آخره. زي موضوع التزويج على عمر صغير، تزويج القاصر لسه موجود عنا، بتزوج على 12 وعلى 13 وعلى 14. هلأ قانونيا مفترض على 14 ثمان شهور، بس أحيانا بصير في تجاوزات. يعني لو مثلا حدا من قرايب العيلة اعتدى على البنت الصغيرة، بزوجوهم ليسكروا القضية، يعني بصير في اللي هو عذر للموضوع وبيمشي. فما زال الوضع كتير كتير سيء، وبتخيل كتير من الشغلات يعني السيئة عنا موجودة برضو للأسف في باقي في العالم وبرضو في باقي فلسطين، بس في فلسطين خصوصا إن إحنا ما عنا لسه تجديد كتير في القوانين، ما عنا ردع كافي. حلب هي موجودة بكل مكان وموجودة بفلسطين، بس في خصوصية يمكن في حالة غزة تحديدا لشكل تداول الحكومة، يمكن خليني أحكي هيك، أو شكل الحكومة اللي موجود، شكل الحصار اللي مفروض على غزة على مدار السنين هاي كلياتها. مجرد الإشارة اللي أنت عملتيها في الأول بكل فكرة اختلاط المجتمع بناس خارجيين أو انفتاحهم على مستوى السفر، هذا بحل إشكاليات كتير يعني. وبظن بآخر 5 سنين لما صار في متنفس أكتر أو المعبر صار يمكن في انفتاح أكتر، حالة الضجة الاجتماعية اللي كانت موجودة أو حالة الخنقة، أو خليني أحكي التعبيرات عن مطالب لتغييرات اجتماعية اللي كانت موجودة نتيجة خنقة وضغط خفت. فاليوم عم نسمع نقدر نتحاور، سابقا ما كان في إمكانية للحوار. فلإلي الخصوصية اللي كانت، الخصوصية اللي أنا عم بحكي عنها مش لأنه المرأة اللي موجودة في غزة أو الصبية هي مختلفة، أو اللي بصير في غزة ما بكونش في النقب أو في الضفة، بس بظن على مدار السنين الأخيرة لا، صار في إشي مختلف تماما، مختلف كتير، خليني أحكي مش مختلف تماما، عن الصبايا والنساء في غزة في 48 عند اللاجئين، وصار في خصية اسمها أهل غزة يعني هيك تمام. على مستوى اجتماعي. فمن هذا الباب عم بجرب يعني أشوفه وأحكي. بدي خليني أضيف كمان شغلة بس في الموضوع ممكن، لأنه كنت نسيها. هلا بداية أنا لما أحكي مثلا، لما حكيت عن مشاكل قانونية، المشكلة أنا قابلت قضاء وقاضيات، المشكلة أنه ما بقدر يحكموا خارج القانون، وهذه واحدة من الإشكاليات الكبيرة. يعني في شغلات ما بيكون راضيين عليها، بس القانون هيك للأسف، ففي ضرورة في تغيير القانون. الشغلة اللي بدي أحكيها، في من كم سنة صار عندنا قانون إنه البنت بكل أعمارها ما إلها الحق بالسفر بدون موافقة الولي، وهذه كانت شغلة يعني قاسمة، يعني ذبح مش طبيعية. يعني تخيل مثلا ستي بالسبعين بدها موافقة حفيدها لعمره 18 سنة لتقدر تسافر مثلا، تعتمر أو تحج أو أي حاجة. فصار في كثير من حراك المجتمع الداخلي والرفض للموضوع، فتم تحويله من انه اي بنت لازم تاخذ موافقه الولي، لانه اذا الولي رفض سفرها يعني بيعمل منع على المعبر او قضائي منع لها، خلاص ما بتسافر. وللاسف يعني في غزه صار في اكثر من قصه لفتيات، بعضهم تعرضوا، يعني في صبيتين اختين تعرضوا لتعذيب وحبس ومشاكل ضخمه جدا 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 بسبب الموضوع. وفي النهاية تم إرجاعهم لأبوهم وما قدروا يسافروا بتاتا بسبب هذا الأمر، كان عامل عليهم أمر عدم سفر وما قدروا يسافروا ولا يهربوا من الحبس والتعذيب والضرب والشغلات هاي كلها اللي بيعانوا منها، لأنه القانون لسه بيسمح بالشغلة هاي. والمشكلة القانون هذا لأنه يعني ما إله أصل دستوري أو مش قانون، هو تعميم عمل، فكيف بدك تحاربه في المحكمة؟ بسأل المحامين ما عندهم لسه طريقة، مش واضح كيف ممكن حدا أصلاً يرافع ضده. زائد أنه في تحدي لولاية الأبو، وتقريباً ما فيش محامية أو محامي مروا عليا ممكن يشتغل على شغلة زي هيك للأسف، لأنه أصلاً ما في قانون بحط معايير لولاية الأباء أنه لو كان معنف أو سيء أو كذا كذا تنشان منهم. فبالتالي يعني القانون هذا حتى لما قلصوه لفكرة إذا تم المنع لسه كتير كتير سيء، وبيحرم فتيات كتير من فرص كتير عظيمة أو من هروب من جحيم عنف ومخدرات وتعذيب وإلى آخره، ما بقدر يطلع منه بسبب إنه القانون هذا صار موجود. بس هتكون تضيفه. حلا رجعي لي للقانون هذا، أصلاً إحنا سمعنا عنه لما انفرض وسمعنا عنه بعدين أكتر بعد الضجيج اللي صار، بس شو خلفيته؟ يعني هو مش قانون، هو تعميم أصلاً. تعميم مش قضائي. قرار. إحنا في عنا إحنا هلا أظن على معرفتي الضفة الغربية طلعوا 500 أظن بحكوا عنه قرار بقانون أو شغلة زي هيك. قانون بقرار. 500 قانون بقرار، وفي قطاع غزة طلعوا تقريبا 86 تعميم بحكوا عنه تعميم.
لأنه إحنا من التشريع وأنتم من الرئاسة. فالتعميمات هذه نافذة. يعني مثلا من الشغلات الإيجابية اللي صارت عندنا في قطاع غزة، الأرملة كانت تعامل معاملة المطلقة، يعني بيموت زوجها وبعد ما يستشهد أو يموت على 7 سنين أو 9 سنين للولد بتفقد حضانته، والبنت على 11 سنة ماكسيمم بتفقد حضانتها وبتضلها قاعدة. وهذه كانت كارثة خصوصا في عدوان 2008-2009. الأرامل كانوا كتار من أغلب المجتمع، وبعض يعني بعض الأحزاب المعينة برضو كان فيهم كتير شهداء، وصارت النساء مضطرة إجبارا تتزوج شقيق الشهيد لحتى ما تخسر الحضانة وما تخسر الوصاية المالية على أولادها. فأيامها صار في حراك كتير من المجتمع وضغط، فعملوا تعميم، صارت المرأة الأرملة لها الحق في حضانة أطفالها طول الوقت. فهذه شغلة كانت كتير منيحة، يعني في من التعميمات انشغل شغلات منيحة. المشكلة في التعميم هذا أنه مثل ما حكيت لك في البداية، نزل أنه الشاب اللي فوق 18 لأبوه أو أخوه بيمنع، أبوه أو عمه أو جده بيمنع من السفر، ما بيسافر. البنت بتحتاج دائما موافقة الولي للسفر، أو أي أنثى تحتاج موافقة الولي للسفر. فصار في ضجة كثيرة مثل ما حكيت لك، الناس، الرأي العام، مؤسسة المجتمع المدني، بعض الناس من القضاء والمحامين وإلى آخره كانوا ضد التعميم هذا، وتم الشغل عليه بس ما لغوا، حولوه لشكل أصغر اللي هو إذا تم المنع. وبسبب هذا الموضوع كتير صبايا بتتعرض لعنف شديد جدا وما بتقدر تنجو منه. إنه يعني في عنا إحنا مثلا بيت أمان، وفي عنا مركز حياة للإيواء والشغلات هذه، بس في النهاية بيوفروا الحماية لفترة من الزمن. يعني إيش ما كان عنا في المجتمع دائما بيرجع البنت لأبوها، بقولك هو اللي بيزوجها، هو اللي كذا، هو اللي كذا، وبحطوا بعض المعايير أحيانا بتزبط، بس في بعض الحالات ما بزبط. في بعض الحالات بيكون ما في طريقة لنجاة الأفراد، البنات أو الأولاد، غير إنه يتم تسفيرهم، يعني سواء على الضفة أو أي مكان تاني، ويتم حمايتهم خارج البلد. إنه إحنا ما عنا عقوبة للمعنف نفسه، فيش عقوبة واضحة، ولو تعاقب عن شهرين وبيطلع ينتقم ويدمر الحدا اللي دخله. فبالتالي الحلول هاي اللي هي موجودة في كل العالم، إنه الحدا ينجو بحياته من عنف شديد جدا، مش متاحة كتير للفتيات في قطاع غزة لخصوصية الحصار بداية، اثنين بسبب هذا التعميم كمان إذا كان عليها أمر منع. بحكي لي أكتر على البيوت الآمنة. أنا بعرف إنه في كم بيت بقدر أستحضر، غازا سيف هاوس وبيت زينب، صح؟ آه، في عنا بيتين، بيت زينب الغنامي اللي هو مركز حياة، بيستقبل تقريبا قصد ساعته لـ50 أو شيء من كل قطاع غزة، وهو خاص غير حكومي. المكان الثاني اسمه بيت الأمان، مقر حكومي برضو ملجأ، بيتسع تقريبا لنفس السعة، وهلأ أظن وسعوه بس لسه ما نقله، بشهر 8 حينقله على المكان الجديد. وهذا بيكون حكومي بوافر ملجأ للنساء. في نساء بتقعد فيه سنوات سنتين وشغلات زي هيك لحتى تنحل إشكاليتهم، لو ما كان في طرق. يعني مثلا في إحدى القصص كان الوالد بيعتدي على الطفل الصغير عمره 14 سنة وإلها أخ عمره 16 سنة، وما كان في حدا للحضانة، يعني الأم متزوجة فقانونيا ساقطة حضانتها، وقلنا الأب ما إله معيار لإسقاط الحضانة فما قدروا يسقطوا حضانته، والجد والجدة من طرف الأم ساقطة حضانتهم برضو الأب نسقطها، وفيش قرايب تانيين. فبالتالي البنت هذه ما كان في حل أمامها غير إنها تضلها في بيت الأمان أو في حياة، إنه في واحد من الملاجئ لمدة سنتين لأخوها تجاوزت 18 سنة وطلعت على حضانة أخوها. كان أول مرة ينعمل هذا الإجراء القانوني تجاوزا، فطلعت على حضانة أخوها وراحت، ما بعرف وين عاشت، إذا مع ستهم جدهم أو وين بالضبط، بس إنه الحمد لله يعني نجت من فكرة إنها تضل مع المغتصب، لأنه القانون ما عنده حدا تاني يعطيها حضانته غير للأسف المغتصب. فالملاجئ الآمنة هاي بتوفر حماية الحمد لله كتير منيحة للنساء في الملجأ مثل ما حكيت لك، ولكن في بعض القضايا بيكونوا البنات ما إلهم حلول. وفي صار بعض القضايا تم تسفير، يعني في قضية معينة أنا اطلع عليها ما كان في حل للضحية، لأنه كانت مهاجمة من زوجها اللي كان يعذبها، كانت مهاجمة من أهلها اللي خطفوها وحاولوا يقتلوها، فما كان في أي حل متاح للصبية هذه لتنجو بحياتها من العنف هذا ومن دائرة الناس كلها اللي حابة تقتلها، وفقط لأنهم مجرمين، غير أنها يتم إخراجها برا البلد وطلعوها. فبالتالي في حالات معينة ما بيكون في ملجأ ولا منجأ غير الخروج برا، وهيك كل العالم يتعامل. مين طلعها؟
مين طلعها؟ تعاون أكثر من جهة، يعني كان في موافقات، ما صارش في رفض لخروجها. الأب كان رافض ولكن كان معنف بشكل كتير كبير، ودخلت جهة تانية في إخراجها، جهة كانت الصبية بتشتغل معها، جهة قوية بظنش مسموح أحكي اسمها. لا ما بدي تحكي اسمها، بس بدي أفهم هون طبيعة الاستثناء اللي صار، يعني إنه هذا استثناء ولا حالي ممكن غيرها تكون عندها، لأنه طول الوقت عم بتأكد على فكرة السفر 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 إنه غير متاح، وفي هون حالي، ف يعني بحترم وبقدر خصوصية الحالة، بس بدي تشاركيني بما باللي بتقدري عليه عشان أفهم تمام. كيف صار إلها خصوصية يعني. اوكي، هلا واحد الصبيه هذه لما صار الحادث تاعها او الموضوع تاعها كان قبل التعميم، فبالتالي ما كانوا لسه الاباء بيقدروا يمنعوا بناتهم من السفر. هذا واحد، الشغله الاولى. الشغله الثانيه، الاب كان عليه قضايا كتير وتم الضغط عليه لحتى ما ينحبس على القضايا هاي مقابل انه هي تقدر تطلع، وبنفس الوقت الزوج يعني كان برضو عليه قضايا كتير للاسف، وكان مجرم بشكل مرعب، كان يقطعها في بلاش تفاصيل دامية، بس يعني كان يعذبها بشكل مرعب شديد جدا. فبالتالي تم حمايتها في أحد الملاجئ لغاية ما تم تجهيز خطة لإخراجها خارج البلد وحمايتها برا، وهي كانت بتشتغل في أحد الأماكن، المكان هذا وفر لها عمل في الدولة الجديدة اللي راحت عليها ليتأكدوا من الأمان تاعها، كمان أمان اقتصادي وتقدر تكمل حياتها. ولكن للأسف مثل كتير قصص هي كان عندها أطفال، والأطفال ضلوا مع الأبو طبعا، فالله أعلم شو مصيرهم شو بيعمل فيهم، لأنه كان كتير وحشي الأبو كتير مرعب، فالله أعلم كمان شو بصير فيهم، بس ما كان عندها أي قدرة إنها تاخدها معهم للأسف، لا هم في حضانتها ولا عنا شي في القانون بيسمح لها تاخدهم أو بيسقط حضانة الأبو أو وصايته. يعني حتى موضوع السفر عندنا للأطفال مش متأكدة عندكم، الأبو لازم يوافق عليه. إذا الأبو أو حدا من العصابات الرجال، يعني أبو الجد أو أخو الأبو لو الأبو مش موجود، إذا ما وافقوا الست ما بتقدر تسافر في الأولاد حتى لو كانت أرملة، لازم حدا من رجال العائلة الذكر أو الزوج نفسه هو اللي يوافقه. فما قدرت تسافر بالأولاد للأسف، ولكن نجت بحالها. فيعني في شغلات زي هيك، وفي قصة تانية لصبية خلال فترة الأنفاق، أم كانت معنفة بشكل شديد جداً وما كان عندها أي حل، وعائلتها ما كانت بتساعدها، هربت بنفق وهاجرت، وانتشرت قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي بدون اسم طبعاً، بس إنه خلص يعني هي نجت بحالها وهذه الطريقة اللي شفتها. ففي بعض الحالات يعني قدرت، ولكن منظومة الاجتماعية ومنظومة القوانين لسه مش كتير بتساعد على الشغلات هاي. يعني ثورة المجتمع ضد أي بنت بتحاول تطلع تحكي أو يعني تحكي إنها بتتعرض بس للعنف، بيعرضها لعنف شديد جدا 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 من الناس على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أرض الواقع. فمش سهل، مش سهل أبدا بالنسبة للنساء إنهم يتجاوزوا أو يتغلبوا على موضوع العنف اللي بيعانوه. وفي بعض الحلول، وكتير نساء يعني حياتهم الحمد لله تحسنت كتير لأنه التدخلات عادة تتطور، ولكن مش بكل الحالات اللي بيكون فيها الحدا صاحب سلطة أو قدرة، شغلات زي هيك مش سهل النساء تطلع من العنف اللي هم فيه لهلا على الأقل. هلا بالسياق اللي احنا بنحكي فيه، احنا يعني ممكن يضل النقاش نقاش اجتماعي او ينسمع انه هذه حالات اجتماعية فقط، يمكن هي بالنتيجة نقاشات اجتماعية لا مشاكل اجتماعية عنا، وكمان مرة تانية لأجل الحصار واقع احنا منعيش فيه. بس اذا بدي ارجع مثلا اخذ بإشي عيني، يعني الاثار اللي بشكل مباشر واقعة نتيجة الحصار ونتيجة الاحتلال ونتيجة الحروب الأخيرة اللي صارت، يعني هذه مجمل النقاشات، مجمل أثر الاحتلال خليني أحكي على المرأة في غزة، تقدر هيك تشاركيني فيه؟ هلا في شغلات كتير. أول حاجة في عندك الجانب الحصار، أولا سياسيا بسبب كتير من أنواع الضغط النفسي التوتر. بدك نحكي مثلا في الحصار، في بدايته أغلب العمال اللي كانوا يشتغلوا في الداخل فقدوا عملهم ومصدر رزقهم، فبدك تتخيل أنه كل هذول الناس اللي كانوا يشتغلوا ويصرفوا على عائلات كتيرة جدا، أظن كانوا فوق 100,000 أو 200,000 مش متذكرة الرقم، هذول كلهم خسروا قوت يومهم،
ومش بس عائلتهم، يعني هذول ما كانوا يصرفوا بس على الزوجة وأولادهم، لا كانوا يصرفوا على العائلة الممتدة لأنه برضو فرص العمل مش رائعة في البلد. فعندك هذول كلهم كانوا يشتغلوا برا فأخذوا فرص العمل. في عندك مع الحصار برضو كان بيصير عندنا عدوان كل سنة، فكان في تدمير للبنى التحتية، أماكن عمل لكتير ناس، منشآت عملهم والمصانع، بالإضافة لإيقاف العمل أصلا كل فترة العدوان هذه، ففي أماكن كانت تخسر وتفلس وتسكر بعديها مباشرة. بالإضافة أنه كتير ناس غير أنه رب الأسرة القتل أو الأم انقتلت، في ناس فقدوا منازلهم تماما والقصفت برده، فهدول الناس بدأوا من الصفر وقبل الصفر لعيدوا تكوين حالهم. هلأ الجانب الاقتصادي، يعني في عندك اللي هو مثل ما حكيت الحصار، الناس فقدوا فرص عملهم، زائد لأنه بسبب الحصار في كتير مؤسسات وفي كتير تمويلات قلت على البلد، وكتير فرص لتجارة ولشغل وكذا كله قل، فبناء عليه الجانب الاقتصادي عندنا صار كتير كتير سيء. وكتير من الحالات اللي قابلتها واللي أصلاً إحصائياً موجودة دائماً بتحكي على إنه كيف الوضع الاقتصادي ممكن بشكل أو بآخر أحد أسباب العنف. يعني ممكن كانت هي عايشة حياة إنه ماشي حالها والأمور ماشية، ولكن مع الحصار، مع فقدان الرجل أو رب الأسرة للعمل، قعدتوا بالبيت بشكل متواصل، تعرفوا على رفقاء سوء، بعديها إدمانه أو أي شيء آخر أدى بالتالي للعنف الشديد اللي بتمارس عليهم. فيعني في عندنا الحصار، الوضع الاقتصادي، الوضع السياسي، توتر الناس المتواصل، عدم معرفتهم شو اللي بده يحصل بكرة، ما قادرين يضمنوا انه قادرين يحموا اولادهم من الشغلات هذا اللي بتصير، كمان بتشكل عبء زيادة عليهم، بخليهم اكثر توترا وممكن اكثر عنفا. يعني برضو في الابحاث، في الشغلات اللي بيحكوها الناس خلال العدوان، بعض العائلات حكت انه بيزيد العنف عليها، وبعد العدوان بيزيد كتير، الناس كتير بتكون متوترة. فيعني مش دائما ان العائلات تتجمع على بعض وهيك، لا خلاص بتكون متوترة مش عارفة شو بتعمل، فممكن من خوفها على بعض تخبط في بعض او تصير تزعق في بعض او تصير تضرب في بعض، وهذا المشكلة. ففي حالات اصلا بيحتاجوا ملاجئ وكذا خلال العدوان بس بيكونوا مسكرين لانه ما في مكان امن، فصعب كتير، وفيش عنا اللي هي تأمينات إن أنت روح هناك وقعد في الملجأ الآمن عشان تجيك النساء خلالها، وأنت عليك تأمين حياة وإحنا ضمنينك معنا شغلات هاي، فبالتالي الملاجأ أصلاً بتكون مسكرة مع زيادة العنف خلال العدوان وبعده. كمان في برضو إحنا بنعرف من الممارسة ومن من الدراسات إنه الناس اللي بتتعرض لعنف بيزيد العنف اللي بتعطيه للناس. يعني الناس اللي ممكن تعرضوا للأسر من إسرائيل قبل هيك، أو الناس اللي تعرضوا لتعذيب بشكل أو بآخر، أو الناس اللي تعرضوا لشغلات من القصف والشغلات هذه، فقدوا ناس أو كذا أو كذا، في احتمالية عالية يصيروا عنيفين أكثر على حالهم وعلى الناس اللي حواليهم، فبالتالي هذا كمان كله بيزيد من العنف وبيزيد من المشاكل. فالحصار بكل يعني بكل أشكاله عمل مشاكل كتير على المجتمع، وعمل اللي هي فكرة إن إحنا صرنا مجتمع مغلق، لا إحنا قادرين نطلع لبرا ونشوف إيش الناس بتعمل، كيف المجتمع بيتطور خارجنا وإلى آخره، ورحنا قادرين ندخل ناس علينا وبرضه يصير النوع هذا من أنواع التبادل الثقافي والنضوج والطلوع. يعني لما أسأل مثلا أهلي أو أسأل الناس اللي كانوا قبل واعيين على ما قبل الحصار وما بعد الحصار، بيحكوا ثقافة الناس تراجعت بشكل ضخم جدا جدا جدا، ثقافتهم، الجانب الثقافة بتنقلب على الأخلاق، كمان بتعكس عليها على التعامل والشغلات هاي كلها. فبالتالي الحصار كاستراتيجية إسرائيل بتشتغلها وبتنتهجها قاعد بيدي النتائج للأسف اللي هم بدهم إياها، لأنه حبس أي مجموعة من أي يعني أي كائنات حية في مكان، والضغط عليهم بكل الظروف. يعني عندك حصار اقتصادي وضع كتير سيء، اجتماعي وضع كتير سيء، سياسي وضع كتير سيء، قانون الوضع كتير سيء، كل أمور هذه مع بعض، وكمان كل كم سنة يعني صرنا حتى كل سنة تقريبا عدوان، بيخلي الناس تصير أسوأ غصبا عنها وهي بتحاول تعيش على الأقل، لأنه كل ما تحاول بتنخبط على رأسها، كل ما تحاول بتنخبط على رأسها، فبيبدأ الناس يحاولوا في موضوع النجاة الفردية، والموضوع هذا برضو بيزيد يعني من الوضع الاجتماعي ككل بشكل كتير سيء. يعني الحصار والاحتلال الإسرائيلي لهم دور كتير كبير في الأشياء اللي احنا بنعاني منها وبنمر فيها، وأكثر بكتير من اللي حكيته طبعا. يعني في شغلات اللي هي على سبيل مثلا التجار اللي بدهم يطلعوا يسافروا لتجارتهم، ما عندهم القدرة فما بيقدروا يأخذوا الصفقات فراحت التجارة، أو ما بيقدروا يصدروا ويوردوا راحت التجارة،
أو مثلاً لما دخلت مؤسسات وضغطت على إسرائيل ليصير في متاجرة في الطماطم مثلاً، طماطم مطماية فيهاش حاجة، طلبوا تتنزع الخضرة هاي اللي فوق الرأس، ما بعرف شو اسمها، تمام انشالت، فصار يوصل المنتج فاسد، فبالتالي خسروا التجار، رجعوهم إياه تاني. فدائما استراتيجياتهم كل الأشكال إنها تدمر الإنسان الفلسطيني، زائد الطلبة اللي بتطلع لهم فرص عمل من منهم بسبب الحصار من الخروج لإلها، أو بتطلع لهم فرص دراسة في أكثر من دولة، كله يعني كتير كتير حوالي أصدقاء وصديقات فقدوا فرصهم للدراسة بسبب هذا الموضوع. هذه كلها أشياء بتسبب إحباط شديد، لأنه الناس برا بس مطالبة إنها تتعب وتأخذ المنحة، إحنا لا، إنها تتعب وتأخذ المنحة وتقنع الأهل الجانب الاجتماعي، بعدها سياسيا بدك تتأكد إن المعبر فاتح وتقدر تطلع في الوقت المناسب وإلى آخره من الأمور، وإنه أصلا ما يكون في عدوان في البلد لأنك أنت ما حتقدر تطلع حتى لو المعبر مفتوح وأنت الآن على أهلك. فمش سهل، مش سهل للناس قاعدة بتمر فيه. طب حلا لما أنت بتحكي نجاة فردية ونجاة جماعية ونضال فردي ونضال جماعي، يعني أنا بس مجرد في لما شاركت على قناة بودكاست تقارب على الانستغرام عندي إنه عندي هيك هيك موضوع حلقة عم برتب له، فإذا في عندكم أفكار، ففي صبية بعتت لي يعني تفاصيل، بس منها في صورة إنه شو يعني بيت تحت الحصار. لما أنت بتيجي بتحكي البيوت أصلاً بيوت صغيرة حجم أو نوع، فكرة إنه الناس متعودة تجرب تدبر حالها جوا البيت نفسه، فكل المشاكل اللي من أول الحلقة وأنت قاعدة بتعددي فيها، سواء بين النساء ببعض، بين الأم وابنها، بين الأخ وأخوه، بين الأب وابنه، كلها محصورة في بيت كتير صغير. فرص العمل، فرص فكرة البطالة العالية، النسب العالية، كمان بشيء تاني أنه أي نقاش اجتماعي أو أي مشكلة اجتماعية بتتفاقم. فأنا لما باجي بتطلع، يمكن هي ساعدتني أكتر وصفها لبيت 100 متر اللي فيه كمية من الكناين والسلفات والإخوة والأخوات والعمام والعمات وكذا بهذا المنطق، وفكرة أنه مثلا الشباب مجبورين دوم يطلعوا من البيت بأوقات محددة والصبايا بدهم يضلهم في البيت بأوقات محددة. كل النقاشات الاجتماعية اللي ممكن تشوفيها برا أو النقاشات السياسية الاقتصادية اللي بتضلك تعددي فيها محصورة جوا بيت. فأنا بصير أطلع أنه في إشي يعني يا بدعوك إلى اليأس من مكان أنه وبخليك أكتر تطرفا باتجاه البحث عن حلول، لأنه ما في حل ممكن يكون. يعني بنضل نحكي على بيت آمن، بنحكي على افتح حصار، بنحكي على كذا، بنحكي بالآخر أنه في صبية ارتاحت أو لقت خيار أو لقت حياة أفضل، بس على مستوى علاقتها مع أهلها وعلاقتها مع أو تاريخها وغيره ما رح تقدر تعمل انقطاع، وإذا قدرت تعمل انقطاع رح تهيش مشاكل تانية برا. ففي سلسلة من المشاكل اللي موجودة مش نقاشها نقاش اجتماعي، مثلا مثل لما نيجي نحكي عن قتل الشرف في الأردن أو مصر اللي يمكن على مدار سنين انك تعاطيه، أو ختان البنات مثلا في مصر ممكن على موضوع الحملات اللي كانت موجودة من 2006 و2007 تأثر في اشي هون. اللي بحس ما بدنا نحمل الاحتلال كل اشي، بعرف، بس مرة بعد مرة كل ما أناقش تفاصيل اجتماعية بحالتنا بلاقي إنه فرصنا بحل مشاكلنا الاجتماعية كتير أقل مع وجود هيك احتلال. إذا ما بدي أحكي إنه يعني قديش حجم التفاقم تبعها، يعني البيت آمن أو بيت زينب الغنيمي هو رح يضل يحال الأعراض جانبية، بس على مستوى قانون، على مستوى بنى اجتماعية، بالآخر في صبية بتقول لي إنه بالآخر الأب بده بنته أو البنت بدها عيلة. ففكرة إنه المنفذ الوحيد يكون للحل من الشكل هاد هو هروبها برا، واللي هي كمان برا مش كتير أفضل، يعني مش كتير حياة أفضل، مش كتير حياة أنت طلعت سافرتي وشفتي. فعم بصطدم كل مرة بالنقاشات هذه الاجتماعية بإنه يعني في مشكلة كتير أكبر لا يمكن نتعاطى معها بشكل قطعي. أنا صرت هيك عم بشوف، بعرفش إذا بتشوفي هيك أو بتشوفي شيء تاني. هلأ موضوع الأسرة الصغيرة ذكرني فيها عشان أحكي لك قصة على الموضوع، أو البيت الصغير، بس خليني أدخل على قصة البيت الآمن والحلول والشغلات هذه. هلأ السفر مش الحل الوحيد أو الحل الدائم، يعني مثلا قصة البنت اللي سافرت فعليا كانت أكثر حل هي رفضها السفر، كانت تحكي أنا ليش أهرب، أنا هذا بيتي وهذه أهلي وهذه مدينتي وهذا شغلي وطلبتي وولادي،
أنا مش الحدا اللي بيعمل الجريمة عشان أنا اللي أهرب من البلد أو أنا اللي يتم حبسي، حتى لو برا يعني هو حبس برضه لأن هي ممنوعة تفوت هنا عشان أمانها. كانت بتحكي إنه الحدا اللي بيعنف هو المفترض اللي يتعاقبه، أنا أعيش آمنة. فإنها فيعني النساء حتى لما أو أي حدا معنف، يعني في رجال كمان بيهربوا من عنف أهليهم، ده بيطلع أحيانا للهجرة والشغلات هاي كلها إنه ما متحملين الوضع اللي هم فيه. فبالتالي بنحكي إنه الجنسين أحيانا بيضطروا للقرار هذا، ولكن الحلول الاجتماعية ممكن. يعني عنا هلأ البيوت الآمنة، الملاجئ موجودة، في شغلات تانية بدأت أسمع فيها ولكن لسه مش معممة وما بتصير بشكل كبير بسبب ثقافة المجتمع. شغلة اسمها الأم البديلة. في بعض العائلات بيكون مثلا الأهل داخلين السجن، الأب والأم، على قضايا معينة والطفل مهمل ما عنده حدا ياخده. فبالتالي في مؤسسات إنه بتوفر للطفل هذا حماية في مؤسسة، وبتوفر له أم بديلة تهتم فيه كأنه بأسرة طبيعية وكل شيء مع بقية إخواته. هذا أحد الحلول. وبعض الحلول برضو اللي عملوها مع بعض مع أنا بعرف مثال واحد، أم بديلة كانت لإمرأة، الإمرأة كانت ما بتحكي اللغة، ما بتحكي فلسطيني لأنه الأصل مش من هان، وزوجها محبوس برا، فبالتالي هي وأطفالها هان وما بتقدر تدبر حالها، وما إلها عائلة وما إلها أقارب وما إلها حدا هان. فوفروا لها أم بديلة عايشة لحالها هيك جدة كبيرة وهي عاشت معها وما بتعاني، يعني خلص اتأكدوا من المشاكل الاجتماعية والشغلات اللي هي فيها إنه مش ممكن تعاني منها. ولكن مثلا البنات اللي بيعانوا أو الإمهات، يعني في بعرف مثلا قصة ست وبنتها بتعرضوا لعنف شديد جدا من الزوج ومن الأخوة الثلاثة، كلهم مدمنين للأسف مخدرات. فالأم والبنت هذه بتعرضوا للضرب، يعني حتى الأم تضرب من أولادها، فكانوا يبلغوا الشرطة ينحبسوا الأولاد ويطلعوا يضربوهم أكثر. ما بنحبسوش كتير يعني قضايا في الآخر، بنحبسوا وبيطلعوا يضربوهم أكثر. فصاروا هلأ يهربوا من بيت لبيت إيجار، تتأجر الأم وتأخذ بنتها وكمان أولاد صغار عندها، تأخذهم ويروحوا يعيشوا في بيت لغاية ما يكتشفوا الأولاد مكان البيت ويهجموا عليهم، يروحوا هربانين لبيت تاني وهكذا. ففي المجتمع عاد بيحاول يدور على بعض الحلول، ولكن لسه المجتمع عنده وصمة اتجاه إنه مثلاً أم بولادها تعيش لحالها، أو بنات مثلاً يهربوا من إخوتهم المعنفين وأبوهم ويعيشوا مثلاً مع أم بديلة أو شيء زي هيك تهتم فيها. لسه المجتمع عنده وصمة اتجاه الشغلات هاي، مع إنها تدخلات يعني بشكل أو بآخر مناسبة لشكل مجتمعنا، بس لسه مجتمع مش كتير ماشي عليها. هذه شغلة. زائد إنه في عنا مشكلة إنه الأب دائماً بزوج الولي، والناس هنا موضوع الزواج كتير مهم، يعني فكرة إنه الولي يكون موجود في موضوع الزواج، فكرة إنه هو اللي بيكتب العقد أو بوافق الموافقة النهائية، والكلام هذا بيخليهم في كتير من الحالات يقول لك لا إحنا منقدرش نعمل شيء لو بضل أبوها هو الولي عليها. ولكن على نفس الإشي بعض النساء لقت بعض الحلول البديلة. في عنا شغلة في القانون اسمها عضل الولي أو عضد الولي. فالنساء اللي بتكون مثلاً زوجها كتير سيء وبيعنف الأطفال وولادها وكذا كذا، تاخد الأطفال وبتروح مثلاً على مكان تاني وبتشيل عنه الحضانة من خلال إنه بتثبت إنه هو سيء جداً مع الأطفال. مش سهل بس لأنه ما في قانون، بس إنه في إمكانية تعمل الشغلة هاي. بعد ما تعمل هيك بتقف قدام حيطة إنه لما تيجي تزوج بناتها هو ما حيرضى وحيزوجهم لحدا سيء. فالنساء هادي على كلامهم حكوا لي إحنا حكينا للزوج ولا أهله، يعني لما تكون أرملة برضو بدهم يهددوها في الشغلة هاي. قالت لهم يوم ما بدي أزوج بناتي إذا ما بترضوا على الحدا المنيح المناسب اللي هي الموافقة عليه، حرفع عليكم عضل الولي وخلي القاضي بيجي بيسألهم، بيسأل أبو مثلا أنت ليش رافض، حكى أسباب حقيقية وتأكد منها والشاب مثلا مخدرات أو مش منيح ما بزوجها. بس لو الشاب ما عليه ولا حاجة والأب مثلا أسبابه عشان بدي انتقم، عشان ميراث، عشان أنا درستها وبدي فلوسها أنا أولى من غيري، فبيقوم خلص إنه الأب أنت ولايتك بتنتقل إلي لأنه القاضي ولي من لا ولي له، وبيبحث عن الشاب بتأكد إنه الشاب منيح وبيزوج البنت للشاب هاد. فبعض النساء جدعة بما يكفي إنها صارت تلاقي حلول لأبنائها لتحميهم من مفهوم أو فكرة إنه ما عندنا معايير للحقوق هاي الولاية والوصاية والحضانة. هلأ هذه شغلة، يعني في بعض الحلول المجتمعية بس لسه عليها وصمة، بدها شغل في التوعية وبدها شغل في أشياء كتير. الشغلة الثانية موضوع البيت الصغير. في أحد الناس اللي النساء اللي قابلتها
كانت تحكي لي كيف إنها لما تزوجت كانوا في بيت صغير اللي هو 100 متر مثلا، الأب والأم الأخوة كلهم، كل أخ متزوج وزوجته معاه في البيت، وبعدين صارت تكبر العيلة وصار كل واحد عنده 3-4 أطفال 5 أطفال، فالموضوع صار يعني لا يحتمل، 24 خناقات الرجال مع الأخوة مع بعض، الستات كنات مع بعض أو مع الزواج، الصغار بتخانقوا مع بعض، يعني الصغار بتخانقوا بتكبر ضلها تكبر المشاكل. فقرروا هم ينقلوا من البيت، أخذوا يعني ما كان سهل، وإقناع الأهل بالكلام هذا لأنه برضو الأهل ما بيحبوا إنه يطلعوا أولادهم من عندهم. فالمهم بعد فترة معينة قدروا يقنعوهم وطلعوا اشتروا لهم بيت ثاني بعد سنين من التجميع. أجا العدوان الأخير قصفهم وراحت العمارة وتصاوبت، هي إصابة سيئة للأسف، والطفل الصغير تصاوب واضطروا يرجعوا ثاني على بيت العيلة، لا بيت ولا مصدر دخل، كمان الإشي اللي كان بيشتغلوا فيه كان محل معاهم في نفس المكان، ولا مصدر دخل، وهي مصابة والطفل مصاب. وعادوا يعني رجعوا لنقطة ما قبل، يعني مش الصفر حتى، لسه هي كانت في صحتها وقتها، رجعوا لنقطة ما قبل الصفر بأدوية وعلاجات وعلاج طبيعي وفيزياء والشغلات هذه كلها بسبب تدخل من الاحتلال بقصف كل شيء هم اشتغلوا لحتى يقدروا يطلعوا من البيئة السيئة اللي هم كانوا فيها اللي مسبب المشاكل. فصحيح في عنا إشكاليات اجتماعية كتير، ولكن بيضلوا يزيدها سوء الجانب السياسي أو جانب الاحتلال الإسرائيلي. ما بنلقي كل اللوم عليه، ولكن ما بنقدر نلقي كمان كل اللوم علينا، لأنه عنا المجتمع بيضلوا يحاول ويجرب وهان 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 لغاية ما تزبط معاه شغلة، للأسف يوم ما تزبط بيجي الاحتلال يدمر له إياها. طب حلا بدي أسألك على ملف نساء الشهداء، يعني أنت ذكرتي شيء اللي هو قضية فيما يتعلق بالحضانة، بس بسياق أكبر إذا بدنا نحيد عامل الحضانة بتلاقي انه في إش اجتماعي موجود زمان، كان موجود، كان في نقاش عليه حتى انه مرت الشهيد انه شو بدها احسن من انه تضل مرت الشهيد فلان الفلاني، يعني انا بذكر واحنا صغار. بعدين بصير في نقاشات على انه لا ما هي تكمل حياتها وحياتها مش واقفة، وهيك انه بالعاده كان النقاش او حسب ما اذكر يعني من صغرنا، وازداد الاشي مع الانتفاضه الثانيه صار في نقاشات اجتماعيه عليه على انه بس يستشهد حدا مرته ايش بده يصير في مصيرها او وين ممكن تعيش او هيك. اذا بدي احيد موضوع الحضانه بلاقي انه في حاله مثل حاله غزه هون في خصوصيه، يعني على كميه الحروب اللي صارت، على كميه المقاومين اللي موجودين، وكمان على كمية أو عدد ونوعية الزواج المبكر، يعني مش زواج مبكر 17 و16 و18، بس مش عم بحكي على أعمار الثلاثينات، فعم بحكي على صبايا يمكن 21 و20 و22 صارت أرملة، فشكل استكمال حياتها. هلأ هون في نقاش، بذكر جتني شهادة في مرة أنه الصبية باللحظة اللي بتطلع من بيتها على زوجها غرفتها وحيزها ومساحتها بالمكان البيت الضيق خلص خلصت، فلما دا ترجع أول شيء في عبء، غير أنه هي ترجع إذا رجعت مع أولادها في عبء أكبر، فهون في نقاش. ففي كمان حالة من التنظيم أو من المحاولات الاجتماعية لاستيعاب هذه الحالات من خلال تنظيم زواجهم، واللي يبدو لي انه مؤخرا، مش متاكد بس يعني هذه الشهاده اللي وصلتني بحثت عنها فقدرت شوي اوثق فيها اكثر، انه صار في ربط لقضيه بطاله الشباب بملف نساء الشهداء او بملف او يعني دمج الملفين ببعض، بمعنى في كل فتره وفتره عم بيكون في مبادرات لدعم زواج الشباب، بس صار ربطهم، وضحكتي فانت اقريتي يعني هيك بدي اخذها، فصار في ربط للملفين ببعض. فانا عم بتطلع انه في إشي لما أنا بقول لك اللي هو حيط مسدود، إنه كيف أنت بتقول المجتمع قاعد بحاول يحل أكتر من مشكلة بنفس اللحظة، يعني هي مش مشكلة نساء الشهداء ولا مشكلة النساء لحالهم ولا مشكلة إنه بنت رجعت على بيت أبوها فما لقت مساحة أو حيز عند أبوها، أو الأبو مش قادر أصلا يعيل كمان بنت لأنه رتب حياته بشكل تاني، ومن ناحية تانية كمان في شاب اللي هو بده يعمل حياة أو بده يبني أسرة أو بده يعمل كذا ومحتاج هذا الدعم، وبسياق حكومي تم ربط مشكلتين أو ثلاثة أو أربعة في ملف واحد. يعني أنا بظن إنه هذه يعني هذه الشهادة هيك فتحت لي ملف إنه الإشي كتير أكبر من إحنا كيف كنا نعرفه، اللي هو التعاطي مع نساء الشهداء بشكل فردي، حالة فلاني أو حالة فلاني أو نقاش حالة فلاني، في نقاش إنه في حرب كبيرة وراح فيها كتير شهداء وهدول في لهم سياقات تانية حتى في ظل مسيرة العودة وهيك. بنفع تشاركيني أكتر على صعوبة هذا الملف؟
هلا الملف خصوص الأرامل ملف كتير صعب، يعني من الملفات اللي أنا لسه على السوشيال ميديا ما طرحته بشكله الكامل، طرحت شوي هان شوي هان، لأنه بدخل فيه حسابات حزبية وحسابات أخرى، يعني مش بس حسابات، يعني حسابات سياسية كبيرة خصوصي، يعني لخصوصية الاحتلال، وضع الاحتلال، مين عادة اللي بيتم استهدافهم، أو العائلات الأكثر للأسف تفقد، اللي بيكون فيها نوع من أنواع المقاومين والشغلات هذه، الكل بيفقد، ولكن أحياناً بيكون بالنسبة الأكبر من هذولا بشكل أو بآخر بصفتنا يعني مجتمع مقاوم. هلأ المشكلة في هذا الموضوع أنه بيترتب عليه شغلات كتير، الأرملة ما تصير الأرملة. هلأ مثل ما حكينا، أول شغلة المطلقة والأرملة مجتمعية وضعهم مختلف، يعني هذه عليها وصمة وهذه عليها وصمة تانية، هذيك وصمتها إنها مطلقة فبالتالي بدها تدير بالها بدها كذا ما تطلعش، وكتير بتنحبس في البيوت وبتنمنع سنين تماما من ممارسة أي نوع من حقها الطبيعي، وأحيانا أهلها مثل ما حكيت برفضوا إنها تاخد أولادها معها، لأنه أصلا بيكونوا مزوجينها للأسف يخلصوا منها وصغيرة بتتزوج، فكيف بدك تجينا وكمان تجيبي معك أولادك، فبرفضوا أولادها، وأحيانا عائلتين بترفض الأولاد فبصير في مأزق مجتمعي. هلأ الأرملة نفس الكلام، ولكن الأرملة بشكل أو بآخر لو بدنا نحكي عن وجود الأولاد، فموضوع التسمية أو إنه الأم ما بتعطي اسمها لأبنائها ولا بشكل مشترك مع الأبو، بيخلي إنه العائلات تعتقد إنه الأطفال أولاد الأبو مش أولاد الأم، فهذه كمان مشكلة اجتماعية موجودة. فهذا موضوع الأطفال، زائد إنه صحيح موضوع الزواج مشكلة بالنسبة للأرملة، إنه أنت بتضلك على زوجك اسمك مرت شهيد والكلام هذا كله، صغيرة أو كبيرة في كتير زي هيك، خصوصا لو في أطفال، لأنه كمان القانون، وأنا ما بعرف شو استراتيجيته في الموضوع، ولكن بالنسبة لي هو إجراء عقابي. الأرملة صحيح بتضلها رح تفضل في حضانة أطفالها مدى الحياة على التعميم الجديد، ولكن ما عدا إذا تزوجت، لو تزوجت تفقد حضانتهم بتصير زي المطلقة لأطفالها، يعني لو تزوجت وطلقت بتصير مطلقة بالنسبة لأطفالها اللي هي أرملة بالنسبة لهم أو هما أيتام بالنسبة لها. فالقانون بيعاقبها إن أنت بديك تتزوج، لو طلقت خلاص راحت عليكي، ما رجعتي تاني زي ما كنتي أرملة. فصح القانون أو الشغلات هذه إنه مش دائما تكون متوافرة في كل الشغلات، ولكن أنا بالنسبة لي هذا إجراء عقابي للأرملة. هلا الأرملة كمان في ما بين شغلتين، ما بين اللي هي بدها تحفظ اسم زوجها شو ما كان، انه انت زوجة الشهيد هذا بدك تعيشي على ارثه طول حياتك، خصوصا لو كان من العائلات الكبيره او ذات المنصب والى اخره، هذول بيكون كتير صعب يتزوجوا حتى لو ما في اطفال، او بتتزوج اخو الشهيد عشان تضلها جوا العائله. النوع الثاني اللي هو مثل ما انت حكيت، كتير من الارامل بتكون بتحصل على مثلا راتب زوجها الشهيد، فبالتالي بيكونوا بشكل أو بآخر فرصة لدخل مالي، مصدر مالي بالنسبة لكتير شباب. فأحياناً بناء على هذه الفكرة بتم الربط ما بين الشباب العاطلين عن العمل غير العاملين الصغار، ممكن تتزوجوا الفتيات اللي مثلاً فوق 30 الأرامل، أو برضو نفس يعني على نفس الاستراتيجية بس على فئة ثانية، إنه النساء العاملات اللي فوق 30 سنة، على أساس إنه أنتوا صغار هاي مكسب بالنسبة للبنت إنها تزوجت، وهذا مكسب بالنسبة للشاب إنه مصدر رزق له. طبعاً المشاكل الاجتماعية الناشئة عن النوع هذا من المبادرات مش قليلة، ولكن هذه للأسف أحد الاستراتيجيات اللي بنشغل فيها هنا يعني كمان. وأحياناً بتعاني برضو البنت من وصمة إن أنت كنت زوجة شهيد، وإن أنت كيف تزوجتي وتخليتي عنه والكلام هذا كله، بالمقابل ما عمري في حياتي قابلت رجل زوجته استشهدت وصار أرمل زوج شهيدة، وأي حد ذكر أصلاً أنه كان زوج شهيدة في حياتي ما مرت علي. فالوصمة والطابع الاجتماعي والمشاكل المرتبطة بالموضوع فقط مرتبطة بالمرأة، يعني ما في رجال بيعانوا منها، إن شاء الله ما بيعانوا كمان، يعني مش أنه بدي إياهم يعانوا، بس أنه كمان إن شاء الله النساء تبطل تعاني منها وصير عندها حرية في أخذ قرار إذا بدها تتزوج من شخص جديد ولا لا. هلا الإشكالية هاي مش بس عند الأرامل، عند كمان زوجات الأسرة. زوجات الأسرة ما عندهم الحرية إنهم يخرجوا من العلاقة هاي حتى إذا هي بدها، لأنه اجتماعيا ما عندها القدرة أو السماح إنه هي تفكر أصلا في الموضوع. في البعض بيكونوا حابين يضلوا بالعلاقة وكل الشكر والاحترام، بس في البعض مش مضطرة وهي مش حابة
ولها الحق انها تنفصل عادي. وفي كتير رجال انفصلوا عن زوجاتهم بالاسر، يعني بقدر اعددهم بالاسماء بس ما هعددهم، ومع هيك ما في وصمه بتصيب الرجل، ولكن النساء ما بتقدر اصلا تفكر في الموضوع. ف يعني المشاكل الاجتماعيه هاي باشكال مختلفه بتصيب النساء يعني بتقاطعات مختلفه، الارمله بشكل معين، المرت الاسير بشكل معين، المطلقه بشكل اخر، وهكذا. بنفع تشرحي لي اكثر العامل تبع الفصيل اللي مرت ابنهم استشهدت، يعني مرت ابن الفصيل او مرت ابن الحزب اللي استشهدت، شو يعني بصير انه الحزب او العيله بتدخله في مستقبلها؟ مش في المستقبل بس، يعني مثلا في احد الحالات اللي وصلتني كانت زوجها ابن فصيل معين واستشهد، بناتها اولادها كانوا معاها عادي، صار في ضغط لانه الحدا كان يعني العائله هي مخده منها من فصيل معين والفصيل قوي، فصار في ضغط عليها انه هلا القانون انه معك الاطفال، انه حناخذ منك اطفالك اذا ما بتتزوجي اخو الشهيد لحتى تضلي ان انت والبنات عندنا في العيله، ما بينفع تكونوا برا العيله. فهذه احد الشغلات اللي بعانوا منها زوجات الشهداء. بعض زوجات الشهداء مجبره تعيش على ذكرى الشهيد، بتضلها عايشه في بيت الشهيد او بيت اهله موجوده معهم، ما بترجع على بيتها، وتضلها مجبره تعيش على الشغله هاي سواء كانت منجبه او غير منجبه. واذا كان في يعني غالبا المجتمع يميل لفكره يزوجها من الاخو حتى لو ما كانت منجبه، لحتى تضلها وتضل ارث اخوهم موجود في الموضوع. فزوجات الشهداء على غرار كثير من الفئات الثانيه من النساء وفئات في المجتمع بيعانوا من نوع من انواع الاجبار في هذا الموضوع، او مش نوع يعني كثير من الاجبار، ولكن مش وحدهم. شقيق الشهيد عاده بيتم اجباره، يعني مش دائما بيكون هو موافق، بيتم اجباره اجتماعيا، بيتم اجباره ان انت كيف بدك تسيب مثلا مرت اخوك انه ياخذها واحد غريب، او كيف بدك تسيب اولادك وبناتك، اولاد وبنات عيلتنا يتربوا عند او يتربوا مثلا عند الام او اهل الام وبيعتبروا حدا غريب مثلا انه كانها مش امهم، او بيضغطوا عليه بموضوع الميراث او بشغلات تانية كتير لو كان مثلا بيشتغل عندهم، ومر عليه كتير قصص. فالشاب يضطر سواء كان متزوج وعنده اطفال اللي هم مش محارم، هو الأطفال هدول بيكونوا أولاد عم، أطفال تعاونها هي وزوجها اللي استشهد، فبصير أولاد العم وأولادها مضطرين يعيشوا بعض في بيت واحد عشان هدول الاثنين يتزوجوا على رأي المجتمع مع إنهم مش محارم مع بعض، وله مشاكله الاجتماعية اللي بتصير وللأسف أحيانا الأخلاقية. هلأ هذا جانب. جانب ثاني، لو كان هو صغير ومش متزوج، يعني مرة واحدة حكت لي بتقول لي أنا تزوجت زوجي أكبر واحد في البيت، وكان في عندهم أخو الصغير، أنا كنت أربيه وأعمل له الرضعة وأغير له البامبرز وكل حاجة، 20 سنة ولا ما بعرف قدي عاشت هي وزوجها واستشهد، جبروها تتزوج هذا الشاب. تقول أنا بالنسبة لي يعني هو بناديني كان ماما، وأنا بالنسبة لي ابني، لو كيف تكون تزوجوني إياه؟ تزوجوا بالإجبار، كان قبل ما يكون موضوع الحضانة، يعني إنها بتقدر تأخذ حضانة أولادها، فاضطرت تتزوج عشان ما تفقد الحضانة بتاعت الصغار، زائد الولاية المالية يعني أو الوصاية المالية. هلأ موضوع الوصاية المالية طالما دخلت فيه، في شغلة عنا في القانون، هلأ القانون سيء تمام، ولكن في شغلات في القانون الناس بتقدر تضمنها لحالها، زي الشروط اللي بتنحط في عقد الزواج وقت الزواج بتكون قانونيا ملزمة، والشروط اللي بتنحط للأسف برضو بعقد الطلاق ولكن قانونيا ملزمة. كمان شغلة مهمة، الزوج والزوجة، هاي دائما بحكيها أنا للناس، بيقدروا خلاله هم متزوجين أول ما ينجبوا أطفال يديها وصايا مالية وقانونية وفي السفر في التسمية على أطفالهم، في حالة عشان لا سمح الله إذا توفي يكون إلها الحق تعمل الشغلة هاي، يعني تكون مسؤولة عنهم مالية، تكون مسؤولة عنهم قانونية والشغلات هذه كلها، بدل ما تصير بدها لو الجد موجود حتخاصم الجد أو تروح على المحكمة وتأخذ أمر لغاية ما جدي يوافق لكل مبلغ مالي أو إذا العام أو كذا، يعني بدل ما تتشتت الأسرة لأكثر من حدا، هو وهي طالما متفقين يعملوا الشغلة هاي. هلأ المشكلة، ولكن اللي بيحبوش الرجال، أنه الوصاية المالية هاي اللي بيعملها بقدر يلغيها بأي وقت، زيها زي التوكيل، فإنه بيعملها وممكن يلغيها، ولكن إذا ضلوا هم متفقين وهو حابب إنه أسرته تضل قرارها بإيدها، خلاص بدي الزوجة الوصاية المالية هاي والوصاية على باقي الأمور، ولا سمح الله إذا صار له شيء بيكون ضامن إنه هي حتقدر تدير بالها على الأطفال بدون ما تمر في مشاكل وإشكاليات كتير كبيرة بسبب القانون. أوكي.
بدي أستكمل بنقاش الزواج أنا، لأنه يعني من خلاله عم نفتح أكتر على أكتر مشاكل اجتماعية واقتصادية يمكن أكتر وكمان سياسية من محل. نتيجة ملف البطالة ونتيجة كمان الأوضاع الاقتصادية اللي موجودة ونتيجة عدم وجود فرص عمل وكمان نتيجة الرواتب المتدنية جدا، تمام. يمكن ما بعرف كيف بدي أحكيها، بس قل عمر أو أفرج أعمار الصبايا اللي بتزوجوا. يعني إذا المرأة عاملة أو في مجتمع المرأة في عاملة، يمكن لتوصل 24-25 تقدر تكافح سنتين أو سنة تقول بدي أشتغل شوي أو بدي أوقف أو ترفض إكس وواي وزد يعني من الناس حد ما تتزوج. بس في 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 ظل المجتمعات اللي إحنا بنحكي عنها بهذا الشكل اللي متأثر بأكتر من جانب، فبنحكي عن أعمار فعليا مبكرة فيها الزواج، يعني عرفا عم بحكي. فبنفع تحكي لي عن هذا الحيز؟ وانت ذكرت نقاش عمر، مش متأكد اذا سمعته صح، فبدي اتركك تحكي مرة تانية، عشان قانونيا الزواج المبكر او في عمر شوي رقم تفاجأني، فبدي ارجع اسمع القصة هاي. فبنفع تعطيني سلسلة النقاشات القانونية او العرف الاجتماعي كمان بملف الزواج اليوم بكيف الاشي عم بيكون؟ تمام. هلأ في موضوع الزواج، أول شغلة بالعمر، العمر المفترض محدد لل 18، ولكن بيترك مساحة للقاضي إنه يزوج قبل إذا ارتأى إنه مثلا في مصلحة أو مناسب للبنت. على آخر معلومة بعرفها أظن من 2021 صار القانون، فوق ال 14 سنة و 8 شهور، والشاب أظن 15 أو حاجة زي هيك، يعني قريب من العمر تاعها، بس إنه تحت ال 18 في مساحة للقاضي إنه يزوج. هذا في حالة إنه كان يعني عادي، ولكن أحياناً بيكون في مثل ما حكيت لك في ثقافة للأسف في المجتمع إنه البنت إذا تم الاعتداء عليها بيروحوا يحاولوا يحلوا الموضوع من خلال تزويج الضحية من المعتدي. فأحياناً الضحايا بتكون كتير صغيرة، 13 سنة و14 أو 14 أو ممكن أصغر، ومع هيك بصير تزويجهم لحتى خلص إنه بالنسبة لهم هيك هم صانوا البنت أو الأسرة أو ما بعرف شو اللي بيفكروا فيه بالضبط، وبيحاولوا ياخذوا إذن من يعني من القضاء في هذه الشغله انه يسهل لهم الموضوع. ولكن ما بوصل لهم انه والله هذا اعتدى على هذا، بوصل لهم بيقولوا والله يعني مثلا احنا الاثنين في بيننا خطبه او حاسبينهم لبعض من زمان وصار في بينهم إشي، فبالله انه بدنا نزوجهم عشان يعني خلص نسكر القصه. فالقضاء انه خلص بده يحل مشكله اسرتين مع بعض انه ما يصير في اشكاليه كبيره على البنت وهيك، فبيساعد. يعني ما بوصل لهم اياه دائما من ناحيه اللي هو اعتداء. هذه شغلة. فبالتالي في عنا زواج صغيرات كتير بصير، وغير زواج الصغيرات في زواج اللي هو المتسرع. يعني في كتير بنات قبلتهم بيعانوا من ظروف سيئة جدا جدا جدا، وأنا بأتبع معهم شريط حياتهم، فيبدأ أقول إنها تزوجت وهي عمرها 14 سنة، وإنه فجأة الأب أجا وقال لها أنا كتبت كتابك، يعني بيكون هيك قاعد مع الرجال وكتب كتابك وخلص. يعني من سنين هذا صار الموضوع، وأسبوع كانت في بيت زوجها، فخل يعني لا هي بس يمكن قعدت معاه مرة، وأول مرة كانت تشوف بيت الزوج راحت عليه بعد ما تزوجت. وفعلياً مثلاً في هذه القصة كان عبارة عن غرفة واحدة، البيت كله غرفة واحدة، فهو وهي والأب والأم والباقيين كلهم عايشين في الغرفة هذه، فكانت يعني حياة مأساوية وكابوس. والأب اللي أصلاً بده يخلص منها وزوجها بالطريقة هاي ما كان عنده أي قابلية إنه يسترجعها بعديها. المهم بغض النظر عن القصة هاي، الفكرة في الموضوع إنه زواج القاصرات للأسف لسه موجود وفي له كتير مبررات بيطرحها المجتمع. مثلا هلا موضوع السمعة وموضوع زواج الناتج عن اغتصاب، بعض الفئات في المجتمع بتقول لك أوكي أنت بدك تحل في الطريقة هاي إنك تعمل عقد مثلا، هو مشكلة. يعني مفترض موضوع الاغتصاب، يعني فكرة غشاء المهبل أو اللي بيحكوا عنه المصطلح الخرافة أو المشكلة غشاء البكارة، هذا نفسه إشكالية، ولكن المجتمع لسه بتعامل معاه كأنه شيء إلهي، مع أنه في الدين مش موجود وفي الطب مش موجود، بس بتعاملوا معاه كأنه حقيقة واقعية فيش منها. فالبنت لما يتم للأسف اعتداء عليها بيحاولوا يزوجوها لحتى يتعاملوا مع الشغلة هذه. هذه واحد. الشغلة الثانية، بعد ما يصير هذا الموضوع بصير الزواج فعلي، يعني بتزوج عن جد وبتروح هي بتعيش عنده، بتتعذب منه، بتتعذب من حماها وحماتها، وبتعيش حياة يعني أقل ما يقال عنها جنونية. زائد بالنسبة للعرف بقول لك هذا الزواج لا يمكن الطلاق منه، على أساس إنه هم هيك يعني إيش بهدلوا العريس أو المغتصب، هم هيك بيبهدلوا الضحية.
زائد احنا ما عندنا اي دليل انه هذا المغتصب ما حيغتصب بناته، انه هو عنده هذا يعني التطرف، عنده اللي هو الجريمه، خلق الجريمه، فاحنا ممكن يعتدي على بناته كمان. هلا في بعض الناس صار يقولوا طالما انتم كمجتمع عندكم الفهم هذا كتير وحابين تحلوا الموضوع، اعملوا كتب كتاب واعملوا اللي هو عقد يعني بدخول بدون زواج، ما يصير زواج، فبصير عندكم ورقه بشكل او باخر تبرر الوضع الموجود عندكم، ولكن بدون ما تدمروا البنت لاخر حياتها. فبعض الشغلات يعني اوكي مشكله يعني اجتماعيا الواحد لو بده يفكر فيها بشكل حقيقي هي مشكله، ولكن هي مصيبه بشكل او باخر اهون من المصيبه الثانيه اللي عن جد بزوجوها اياه وبتعيش معاه طول حياتها. فهذه مشكله. ولما سالت البنات طب ليش بتزوجوا، قالوا لي احسن من الخيار الثاني. سالت شو الخيار الثاني، قالوا لي القتل، يعني تنقتل ولا تتوافق على هاد اللي اصلا اعتدى عليها، فهي بتكون شايفه منجاتها في الموضوع هذا كمان. فيعني للاسف في موضوع مثلا الزواج في الشغلات هذه كثير سيء. هلا في عندنا زواج القاصرات، في عندنا زواج مثل ما حكيت لك كتب الكتاب مباشره بدون فرصه ليتعرفوا على بعض، وبعديها بصير للاسف انه بتعرفوا بيلاقوا حالهم مش مناسبين، وهذا شيء طبيعي جدا، ولكن بيترتب عليه ورق الطلاق ومهر بيكون مدفوع من الشاب، بيضطر يرجع مثلا لو هو اللي طلب بيرجع بيدفع مثلا لو كله خمس يعني 5 5 5 15 ألف بده يرجع 7.5 او يديها 7.5 شيء زي هيك، لو هي اللي طلبت بدها ترجع كل شيء وترجع الخسائر الماليه، فبترتب عليه اعباء قانونيه واعباء اجتماعيه واعباء ماليه كتير ضخمه، زائد جهد نفسي. يعني مثلا البنت بتكون بتفكر مليون مره انا حصير مطلقه، وعندنا للاسف وصمه اجتماعيه حتى اللي هي خاطبه فسخت اللي عليها اسم مطلقة حظوظها بالزواج بتختلف، فهي بتفكر مليون مرة قبل ما تعمل القرار لأنه صارت بالنسبة لها وصمة الموضوع. زائد الشاب نفس الكلام، في عليه أعباء مالية وأعباء قانونية وكذا وكذا، فبصير يفكر كتير في الموضوع. فإحنا إذا مثل ما حكيت لك في البداية صار فيه هي قصة نرجع السنة والخطوبة الشرعية، يخطب شوية بدون خلوة، تعرفوا على بعض، يقرروا بعديها يستمروا. في أهالي كتير بيعملوها بدون إشهار، يعني ما بيحكوا للناس، بيكون عائلته وعائلتها بس اللي عارفين، وبصير في زيارات عادي عائلية ما بين الطرفين بتعرف فيها العرسان على بعض، لقوا حالهم متأكدين وحابين يكملوا بيكتبوا، لقوا حالهم مش مناسب خلص بينتهي الموضوع، ولا من شاف ولا من دين ولا في أي حاجة، وكله على السنة وعلى اللي هو عدم الخلوة زي ما مفترض في الدين. ففي عائلات صارت تعمل هيك خصوصي بعد ما تنقرص، يعني بتكون بنتهم خطبت كتبت كتاب مباشرة وبعدها صار فسخ وصار للأسف طلاق، وشافوا سوء الموضوع كيف أثر على البنت على عليهم وعلى المجتمع وكذا، فبناء عليه بيقولوا لا خلينا احنا نخطب في البداية بهداوة شوي شوي نمشي في الموضوع، لما تكون متأكدة البنت نكتب، غير هيك ما بنكتب. ففي عنا شغلة هذه كمان في الزواج الواحد ممكن نشتغل عليها. شو كان السؤال بالضبط عشان انا متاكد اني ما فهمت؟ لا انت عم تسردي تمام، بس انا في نقطه ضلت عالقه براسي بحكيتيها من اول شيء، انه القاضي فعليا بقدر يقرر بقدر يزوج البنت اكثر من 14 سنه والشاب اكثر من 15 سنه. بتسمعي عن حالات هيك حواليك؟ مليان للاسف. يعني انا لسه لما كنت اسبوع الماضي بنت 14 سنه على اساس كان جاي الشاب انه صار بينها وبينه علاقه، بس هي غالبا بتكون اعتداء بالاصل، وانه بده يتزوج وزوجوهم، فموجود وبصير تواصل من الاهل خارج سياق الاعتداءات. يعني خارج سياق الاعتداءات، بديش ينفهم انه الاشي بسياق يعني حل لمشكله، واللي هو اصلا رح يؤدي لمشكله اكبر، بس على مستوى ثقافه، على مستوى ثقافه شعبيه، على مستوى ثقافه القاضي، عم بجرب اسال على هذا الشيء، انه في زواج موجود 14 ل 15 سنه. صحيح، موجود زواج اللي هي 14 8 شهور اظن من 2021 صار مسموح للقاضي يزوج. وفي حالات بتتزوج زي هيك، وبعضهم لما يكونوا بدهم يسافروا مثلا لدوله ثانيه، ودوله ثانيه ما بتسمح تكون متزوجه تحت ال 18 سنه، ما بيقدروا يطلعوها، فتضلها محبوسه هنا، مكتوب متزوجه فعليا بس محبوسه لتعدي ال 18 سنه لتقدر تروح لزوجها كمتزوجه، فيعني سلطه. واو. يا احمد الوضع للاسف كثير سيء.
يعني مش 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 لاقي، يعني عم بجرب اشوف انه طب يعني مدخل للحل، طب مدخل للتغيير، طب يعني في مدخل للحل انه يتم رفع سن الزواج، ما يزال تحت 18 والناس توعى المصايب هاي. ما هي المشكله مره تانية رح نلاقي حالي انا وياك هسا عم نناقش قاعدين مظهر او نتيجه واحده او اثر واحد من كثير مظاهر تانية ومشاكل تانية، واللي لقيلي يعني عم بتطلع انه ما يعني في حاله كيف حكيت لك في الاول، بس عم بكون عندي شعور انه في إشي الواحد بده يروح يعني منطقية كتير الخيارات المتطرفة بهذا السياق، لأنه يمكن هي اللي تفجر الوضع اللي موجود وتخلق منه يعني جاو، على الأقل ترجع تبنيه من أول وجديد، لأنه كيف ما عم بتدوري عم بتلاقي شيء تاني. يعني بدي أحكي لك هلأ ونروح أكتر يمكن على جانب اقتصادي، إنه فرص الصبايا في بأكتر من سياق، خليني أحكي خارج غزة يعني عامة بشكل عام، النساء العربيات على مع زيادة مشاركة النساء في سوق العمل ومع نضال النساء بقضية اللي هو المطالبة بالمساواة بالحقوق المساواة بالرواتب وفرص العمل، الإشي انعكس أكتر على قرار زواجها، على سلطتها، على حضورها في بيت أهلها، على حضورها في بيت زوجها وهيك. بالسياق اللي إحنا بنحكي عنه في حالة غزة على أصلا تدني الرواتب للشباب، على فرص العمل القليلة وعلى البطالة القليلة وحتى على أكثر من مستوى، فبتحكي أنت الفرصة هون كتير أقل صح؟ الفرصة أقل، وكمان صار في عنا وعي عند كتير من الصبايا والشباب نحكي، بس خصوصا الصبايا، لأن المشكلة بشكل عام الإشكالية لما تكون على حدا نفسه بيضطر يوعى أكتر، لأنه الظروف اللي حوالينا موريانا نماذج كتير سيئة، فالبنات صارت توعى أكتر، ولأنها بتوعى أكتر صار عندها مطالبات أفضل في اختيار شريك الحياة، إنه يكون متفهم أكتر، مديها مساحتها الخاصة، ما يأثر على قراراتها أو يجبرها، والشغلات هذه يكون الأمور بالشورى والتشاور والنقاش وإلى آخره. فبالتالي أصلاً لو كان متاح قدامها خيارات كتير للزواج مش على مطالبها الخاصة اللي لها دخل في حياتها ووعيها، كمان مش حتوافق. فعنا كمان هذا الجيل قاعد بيطلع الحمد لله شيء كتير جميل، بس للأسف على الجانب المقابل مش 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 كتير من الشباب قاعدين بيوصل لنفس درجة الوعي مع البنات هذولا. فبتلاقي البنات يعني الخيارات قدامهم للشباب الواعي المنفتح المقدر قيمة المرأة كقيمة الرجل مش كتير موجودين، فهذه إشكالية بتكون في اختيار الشريك، بس إشكالية منيحة في الآخر. هي البنت لو تزوجت شخصية أو مش مناسب لعمايرها شيء كتير أسوأ من إنها تضلها بحياتها مش متزوجة وإلى آخره. فالشيء مش هالمشكلة كبيرة، ولكن مثل ما أنت حكيت مبارح كنت قاعدة مع مختلف حكى لي جملة إنه زمان كانت البنت اللي بتشتغل ما تتزوج، كان أي واحدة بتشتغل في المدارس في كذا في كذا نادر جدا لحدا يرضى فيها أو يتزوجها. هلأ بيروح يدوروا على اللي بتشتغل، خصوصي لو مثلا زي وكالة أو شغلات زي هيك اللي هي رواتبهم منيحة وفي تقاعد، بيدوروا عليها تدوير وبتنافسوا إنه يتزوجوها عشان الشغلات هاي. طبعا هلأ الموضوع فيه مشكلة في الحالتين، واحد لأنه الأولى ما احترموا خيارها وقرارها بإنها تشتغل، وصار إنه المجتمع بيرفضها يعني ينبذها على هذا الشيء. الثاني في استغلال، أنت بدك تأخذها فقط لإنها بتشتغل، وهذه مشكلة فيها استغلال للمرأة، والمرأة هذه بتكون عادة واعية وما بدها واحد جاي يستغلها، بدها واحد يكون شريك حياتها، يشاركها في نشاطاتها، يشاركها في نجاحها، يشاركه في نجاحه، طموح زي طموحها وإلى آخره من الصفات. فالموضوع هذا يعني أوكي مثلا المجتمع شايف حاله أنه صار إيجابي أكتر اتجاه عمل المرأة، ولكن بطريقة فيها إشكالية، في طريقة فيها استغلال، مش في طريقة فيها احترام لكينونتها. ولكن على الأقل لسه في يعني في حوارات ماشية في الموضوع، الناس بتحاول بتوعي بتعمل، فإن شاء الله الوضع أحسن، ولكن وضع الاقتصاد كتير سيء ومتطلبات الزواج كتير عالية. يعني مثلا الشاب عندنا لو بده يتزوج بده يجهز مهر تقريبا من 3000 ل 5000 دينار، تمام؟ هذا اللي هو الأول غير العفش وغير المؤجل، بس قول مثلا 3-3-3 أو 4-4-4 أو 5-5-5، نحكي مثلا 4-4-4 عشان يكون 12، أنا حسابيا مش رائعة عارف يعني أتعامل مع الموضوع. هلأ المهر مفترض في كينونته أنه يدفع مهر واحد كامل
وعبارة عن مبلغ واحد. هلأ في عنا الرجال أو الشباب عادة ما بيكونوا قادرين على دفع كل المهر. المهر في المؤجل والمعجل، المؤجل البعيد والمعجل اللي هلأ والعفش، ثلاث شغلات. فيا إما الحدا مثلا بدفع 12,000 مباشرة، أو بدفع اللي هلأ المعجل لازم يدفع 4,000 الأولى مثلا، وبيخلي العفش 4,000 مكتوب في عقد الزواج، وال4,000 المؤجل برضو مكتوبة في عقد الزواج، وخلص بتزوجوا على هيك. هلأ مفترض إنه خلال الزواج اديها الحقوق الباقية، الأربعة الثانية والأربعة الثالثة، ولكن الأغلب ما بيعمل هيك، فما بترجع لها غير لما تيجي تطلق أو تصير أرملة، بتكون أولى من الميراث، بتتنعطى هي مهرها المؤجل وبعدها بصير التوزيع الباقي. هلأ فبالتالي الشاب عندنا بده يكون موفر مثلا الأربعة الأولى 4,000 دينار، زائد بده يكون موفر مسكن سواء عند أهله أو مش عند أهله، بس على الأقل بده يكون مفروش، والأفضل مش عند أهله، لأنه مشاكل الزواجات اللي في بيت الأهل سيئة جدا جدا جدا، مرعبة. يعني الواحد لو قعدت ساعات مش هخلص سردها، بالجانب الاجتماعي، الجانب الاقتصادي، الجانب المشاكل اللي بتصير ما بين الناس اللي عايشين في البيت بعضه، وكمان مشاكل أخلاقية واعتداءات وغيره بتصير. فإنه بده يوفر مسكن، زائد إجراءات العرس. عندك العرس حسب العيلة، ولكن عامة بيكون في اللي هي الإشهار، حفلة الإشهار، هذه عادة على أهل العروسة أو العروسة نفسها. بعدها في عندك حفلة الشباب، وهذه كتير مكلفة، اللي هو بيتأجروا لهم مكان أو بالشارع، وبيجيب هيك ستيج كبير وأضواء وإشي شادر من فوق، وبيجيب مثلا مغنيين، أو ممكن يجيب اللي هو دي جي، وصيروا الشباب يرقصوا في المكان، وبيدوا يعشيهم، وكل واحد طبعا ومعارفه بتطلع مبلغ كتير كبير، زائد البنت بتعمل الحنة إذا بدها، يعني بتعمل حفلة حنة أو حفلة إشي قبل الزواج صغير، ممكن تجيب صحباتها، ممكن تجيب صحباتها والقرايب، ممكن تجيب صحباتها والقرايب وقرايب الزوج والكلام هذا، فبرضه ممكن تنعمل في بيت، ممكن تنعمل في صالة، وكله له تكاليفه، والكوافير والفستان والدنيا هاي كلها، تمام؟ فكل هذا عندك حفلة الفرح. حفلة الفرح هذه المصيبة، القاعات عندنا هلا هي أرخص، يعني كأفرج أرخص من الضفة، ولكن السعر مرعب بالنسبة لأهل غزة. بتكون القاعة يمكن ب$2,000 ولا $3,000 حجز لحاله، بعدها بدك تجيب حدا دي جي موسيقى، بدك تجيب حدا تصوير يصور الأمور هاي كلها، فبده يصور حفلة الشباب ويوفر والزفة والفدعوس وجوه الفرح والكلام هذا كله، فبدك أكثر من تصوير، وفي التصوير لقبل يعني يوم الفرح قبل ما يروحوا على الفرح نفسه. وفي عندك الهذا زائد الغداء اليوم الفرح لازم ينعمل، وهذا بيكون كتير غالي كمان، مكلف كتير، حجز مكان لإله إذا مضطرين ما في مكان، زائد الغداء نفسه. بعدين في عندك اللي هو موضوع الكوافير، تسريحة والمكياج وهيك، وفستان الفرح عادة بيكون إيجار ولكن مش رخيص، كتير غالي، أحيانا بوصل 3,000 أو 4,000 شيكل، وأحيانا أكتر إيجار فستان لثلاث ساعات هذولا، وإلى آخره من التفاصيل، من حجز السيارات، حجز الباصات للقرايب لو بدي يجيبهم من مكان تاني، يعني موضوع. المهم بيوصل أحيانا لو الحدا يمكن مقتصد يمكن يوصل من $15,000 $20,000. تخيل شاب، إحنا عنا الشباب على اليومية مثلا كانوا على 15 شيكل يدخلوا في اليوم، وقل كتير يعني، وفي بيدخلوا صاروا 7 وفي بيدخلوا 5 في اليوم، قول مثلا لسه إحنا على 15 شيكل، 15 شيكل في اليوم كم سنة بده ليوفر هذا كله؟ معرفش، اعمل الحسابات، بس المبلغ يعني 15 في ال لا مش محتاجين نعد سنين، مش محتاجين نعد سنين، اشي انفينيتي يعني، هي مجرد الفكره اصلا يعني، الفكره نفسها مرعبة، الى ما لا نهايه يعني، الى ما لا نهايه. وهلا المشكله انه في اعباء اجتماعيه، يعني مثلا الشاب ممكن ما يكون حابب يعمل حفله شباب، بقول لك خلص يعني انا ما معي فلوس، بنبسط انا واصحابي في الشارع بنط نتسوى وخلصنا يعني، انتهى الموضوع. بس لا، لازم عشان أهله وعشان الناس اللي كرموا لأهله لازم يعملوا حفلة ويعزموهم عشان يكرموا لهم في المناسبة هاي، فبيكون مجبر اجتماعياً يعملوا. البنت والشاب ممكن ما يكونوا بدهم يعملوا حفلة يعني صالة فرح، وما بدهم يعملوا عرس إنه بالصالة والكلام هذا كله عشان تكلفته، عشان ما بحبوش الموضوع، لأنه مش كل الناس بتحب الشغلات هذه، بحبوش يرقصوا قدام الناس، بحبوش الشغلات هاي كلها، ولكن مجبرين يعملوها من أهله ومن أهلها، بيكونوا مجبرين. يعني إحنا كمان مثلا في وضعنا أهلنا وأهله كانوا كتير حابين، ولكن قدرنا باللي تعرفوا اللي ما تعرفوش نقنعهم إنه الفرح الفلسطيني بيبدي على الموضوع،
واحنا عندنا مثلا الكوافيرة يعني عراس بيحكوها راس. ايام ما انا رحت مثلا للكوافير بقول لهم انه بدي بس بكش خفيف وبس يعني بديش على مفلوت وفي شويه حركه. فقالت لي لشو؟ فانا يعني سذاجه قلت لها فرح. قالت لي اه لا راس العروسه بتبدا من 500 شيكل. قلت لها ايش؟ قلت لها بديش احط إشي. قالت لي لا هيك العرايس ومكان تاني 700 شيكل وهكذا. وطبعا كل ما يزيد الرموش مثلا بتزيد مبلغ 50 شيكل وكذا، اظافر كمان 120 ولا 150، فيعني بتطلع من بس الكوافير 1000 شيكل. فانا ايام فرحنا رحت على كوافيره للامانه كانت روسيه، فكانت بتتعامل ايش بتحط هي ايش بتدفع 45 شيكل، امور طيبه، الميك اب كله والتسريحه والشغلات هذه. والفستان يعني هذا التطريز انا ما كان معي وقت اطرز، انه كنا جايين من بريطانيا وكنت كثير مشغوله في الشغل ما ركزت في الموضوع منيح. فاخذت الست اللي كنت رايحه اطرز عندها ادتني توبها اللي هي اصلا يعني طرزاه من زمان كثير، وكان في كل الشغلات اللي انا بدي اياها، وبس عملت لي الشال والربطه هذه الشغله هيك اللي بتعمل قدام اللي فيها ال شو اسمهم هذول اللي بيكون نازلين ال شرشي. زي الفلوس، لا زي الفلوس اللي بيكونوا زي النحاس او الذهب هذول. فهمت. هلا هم مفترض يكونوا ذهب، صرف عليه كانوا نحاس جايبهم من سوق الزاويه بشكل يمكن هذا كله اللي هنا واللي في الحزام وكذا. فانه عامه المناسبه هاي يعني هدفها الاساسي تصوير، في الاخر انت بتطلع بالصوره اللي قدام الناس والصوره اللي انت صورتها في الفيديو، فانا ليش ادفع في ذهب طالما بقدر ادفع في نحاس؟ وليش مثلا اشتري ولا افصل ثوب كامل ومزخرج وما حستخدمه لمناسبه ثانيه؟ فانا كافي انه يعني خلص الثوب هذا الموجود والست بارك الله فيها الله يسعدها سمحت لي استعيره والبسه في المناسبه، وبس عملت الشال والشغلات الثانيه الخفيفه زائد المكياج. انا ما بحب كثير المكياج، فكان بالنسبه لي مكياج خفيف كافي للموضوع وخلاص، وسعر 45 رضيانه فيه. مش هدفع 500 600 شيكل، انه بالنسبه لي كان شيء يعني لا يحتمل. هلا مش كل البنات والشباب بيقدروا يعملوا الشغله هاي لانه الضغط الاجتماعي عليها. يعني مثلا انا لما رحت اشوف الشغلات والفستين والامور هذه كانوا البنات يحكوا لي والناس اللي بيشتغلوا في المكان انه مالك انت عروسه لازم تكوني مبهجه، بينفعش تقولي بدك اشياء زي هيك، هذه حفله وداع زيجتك الثانيه. فالناس بتاذي بالحكي لما الانسان يكون بيحاول يقلل، زائد الاهل ما بيحبوا انه يعني انت طالعه زعلانه انت طالعه كذا كذا افرحي زي باقي البنات، بيخافوا عليها لقدام. زائد انه للاسف بعض الشباب لما البنات تخفض او تساعد بذلوها. يعني في بنات مثلا بعرفهم تزوجت بدينار الحد الادنى للمهر، لو بدها تخفض يضل دينار، فزوجت بدينار صار يعايرها هو واهله، يلا اخذتك بدينار، يلا ما حدش كان راضي فيكي فاخذتك ببلاش. فاحيانا لما يعني يحاولوا يخفضوا ويقللوا من تكاليف الزواج ويقللوا من الشغلات هذه بيمر عليهم او بيتعاقبوا على الموضوع، فبصير يعني حكي انه ليش اعمل هيك اذا انا في الاخر حتبهدل من الموضوع، لا باخذ حقي زي بقيه البنات مثلا ولا اني اتعاير فيه لقدام. والشاب طبعا نفس الشيء، هو البنت الضغط من العيله، لا بنعمل زي الناس كلهم ما عملوا والامور هذه كلها. يعني مثلا احنا برضه حكينا من اهلنا بنعمل زي الناس كلها بس ضلنا معندين، المهم في الاخر الحمد لله قدرنا نعمل باتفاقيه معينه الاشي اللي كنا حابين اللي هو العرس الفلسطيني. واكتشفت بعديها انه بابا وماما بفرحهم ما مشوا على التقاليد. ايام فرح بابا وماما كان عندهم مهر العروسه بيطلع اغلبه على شغله اسمها اظن 10 فساتين او اشي ملونه بتتفصل خصيصا بس للفرح، بتنلبس لاشي ثاني، واحد ازرق واحد احمر واحد اسود واحد بدويه وواحد هيك اشياء غريبه، ولازم تلبسهم كلهم يوم الفرح. فماما انه ما حبت تضيع فلوس على شغله زي هيك هي وبابا، وبس عملوا فستان واحد فصلوا واحد وموجود عندها العادات. فكان يعني هم كمان بوقتهم ما مشوا على العادات، ومع هيك بسبب ضغط المجتمع الحالي ما كانوا قادرين لحالهم ياخذوا القرار هذا، فكانوا محتاجين نحن نكون كثير قويين وكثير عنيدين لنقدر نمشي بشغله زي هيك، ومش سهل والله. طب هلا بدي ارجع لاول الحوار تبعي، لفتني اشي ما دخلتيش بتفاصيله بس بحب تشاركيني تفاصيله، انه انتو قدرتوا تعملوا عقد بحفظ فيه حقك اكتر. بنفع نلخص الحوار الطويل اللي حكيناه هلا على المجتمع والعيال وكذا بتفاصيل اللي غيرتوها عشان يكون انسب لانت شو بدك؟
تمام. هلا انا مش هحكي عن حالتنا بشكل اساسي، ولكن هحكي عن الشروط اللي البنات والشباب بيقدروا يحطوها في عقد الزواج اللي بتضمن لحالهم او لبعض حقوق افضل. تمام، لحتى انه ما بدي تحكي انت شو غيرت. بنفع نعمل شغله، ما نحكي لشو تغيرت، بس بنفع نحكي شو اللي تغير. شو اللي غيرتي في شو اللي غيرتوه في تفاصيل الاتفاق بينكم او العقد بينكم، من غير ما يكون في نقاش او ذكر لنتيجته. يعني اذا مش النتيجه، مش قصدي النتيجه، قصدي انا هحكي بشكل عام شو البنات والشباب بيقدروا يغيروا بعقد الزواج بدون ما اخص حالتنا، لانه انا كل حاجه بنزلها بصير عليها رد فعل مرعب من المجتمع على شو احنا غيرنا. عشان هيك بحكي بشكل عام شو اللي بتغير. بشكل عام ايش بقدر البنات والشباب يحطوا، لانه يعني انا وإيهاب بنزل شوي 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 الشغلات اللي احنا غيرناها، لحتى هيك نتاكد انه ها رد الفعل تمام، بننزل كمان واحده وهكذا بشويش. ولكن بشكل عام العقد حسب ما كلمت القضاء الشرعي والتشريعي وكمان بعض يعني قضاء وكمان محامين اللي مسموح للبنات والشباب يحطوا في عقد الزواج اي شروط حلال. يعني اذا طلبت انه ما يتزوج عليها او بتصير طالق بتقدر تعمل الشغله هاي تكتبها، واذا يعني تزوجوا ولا سمح الله هو تزوج وهي ما بدها تتطلع، يعني خلص انه ظروفها ما كانت تسمح انها تتطلع، ما يعني ما تفعل القانون، ما تفعل الشيء اللي في العقد، بس يعني هي ما بتتطلق تلقائي، لازم هي تطلب الشيء. ولكن اذا طلبت وهي كاتباه في العقد تحصل على طلاق كانه هو اللي مطلقها بكل حقوقها. هذه الفكره فيه، وما بتضطر اللي هي تضل في المحاكم سنين وشغلات زي هيك. هذا واحد. الشغله الثانيه بيقدروا يعملوها انه احنا في عنا في القوانين شغلات كتير كتير سيئه. مثلا في عنا بيت الطاعه اللي هو الزوجه اذا كان الزوج موفر السكن والنفقه والامور الماديه كلها حسب عقد الزواج له الحق يطلبها لبيت الزوجيه ببيت الطاعه. هلا اذا هي رفضت بصير اسمها ناشز في القانون وبتوقف عنها النفقه وما بتكون قادره تطلق حالها، تتعلق لو زوجها ما طلقها. فهذه مشكله كبيره بسببها في نساء كثير معلقات. هاي شغله. الشغله الثانيه بعتذر، حالات الانفصال عندنا مش سهله، يعني في لها اثباتات كثير وبتاخذ فترات طويله، ولانه القضاء عندنا يعني مثلا في تقارير معينه بتثبت العنف ما بصير عليها اثبات بالضبط هويه المعنف، فبالتالي ما بتقدر تاخذ كل حقوقها لما هي تطلب الطلاق او تطلب الانفصال. بصير في هيك هيئه بتحكم قد ايه لها وقد ايه عليها بدون ادله من هذا وبدون ادله من هذا، فبتفقد كتير من حقوقها. زائد انه احنا ما عندنا الخلع، يعني النساء اللي بتكون معلقه او الزوج مش راضي يطلع او مش قادره، يعني ما معها ادله، لانه في كتير احنا عندنا ثقافه انه الست ما بتاخذ دليل على زوجها انه مثلا عنفها وكذا، وحتى لما تروح تاخذ الخدمه الطبيه نادر لتكتب التقرير انه تقرير اعتداء، مع انه بتقدر تكتبه وتحتفظ فيه، يعني ما تقدمه للشرطه ما تحبسه، بس بضل عندها دليل، بس عاده ما بيعملوا هيك، فبالتالي ما بيكون عندها ادله انه عندها اي حاجه. فلما تيجي مثلا تنفصل وهيك ما بيكون عندها شغلات تستخدمها، او مثلا في النفقه لو بدها ترفع نفقه بتدفعش عليها نفقه مع 6 شهور يدفع، لو دفع اخر شهر بتقف القضيه تعيد رفعها من اول، بضل ما يدفعش خالص بدفع اخر شهر نفقه شهر بتعلق وهكذا. فبالتالي الأشياء الحلول اللي عندنا كتير سيئة، والنساء بسببها مثلا حتى للهجرة إنه لازم يكون معدي على هجرته أظن 3 سنين أو إشي ومش معروف عنه أي حاجة لتقدر تنفصل عنه، فالقضايا بتاخد سنوات طويلة من حياة النساء، والسنوات هذه مهمة إلنا، يعني ليش نضلنا معلقات عشان الموضوع هذا. فالإسلام طرح لنا خيار الخلع، الرسول عليه الصلاة والسلام أجت الست بتقول له إنه زوجي بواحد 2 3 شغلات هي مش عجبها فيه وبدي شيئا، فقالها ردي له حديقته، ردت له حديقته في مطرحها وخلصنا الموضوع، صارت اللي هي خلعته انتهى الاشي. لأن في القانون ما في خلع، عندنا حاجة اسمها إبراء عام اللي هي الست بتتخلى عن كل حقوقها زي الخلع، ولكن لازم الزوج يوافق، إذا ما وافق ما بصير، ولازم أبوها كمان يوافق، يعني وليها يوافق وزوجها يوافق عشان تقدر تخلع وتطلع من العلاقة هاي. وللأسف أغلبهم بيكون الزوج مش موافق، فبتضطر أحياناً غير أنها تتخلى عن حقوقها تعطيه مبالغ مالية أو تعمل شغلات كمان بزيادة لا يرضى، أو أنه الأب ما بيوافق لأنه خلص ما صدق هو زوجها أصلاً، فليش يوافق أنه هي ترضى تطلع من العلاقة هيك. فبيحط كمان المرأة أمام إشكالية جديدة أنها مش قادرة تطلع من العلاقة خالص لأنه ما عندنا موضوع الخلع، فهي بتقدر في القانون أنه تدي لحالها
كمان شغلة اسمها عصمة مشتركة، يعني مش هو بفقد العصمة، لا هو بتضل عصمته زي ما هي ثابتة ما عليها أي مشاكل، ولكن بصير هي إلها الحق إنها يكون إلها القدرة على الطلاق بدون ما تفوت بالمحاكم، إنه لا سمح الله صار في بينهم مشاكل أو شغلات زي هيك. فعصمة مشتركة مثلا. في شغلات تانية إذا صار في أطفال، يعني بعد الزواج صار في أطفال، ممكن برضو يعملوا عقد مدني معين بناء عليه نظموا العلاقة بينهم وبين بعض مع أطفالهم. إحنا عملنا برضو عقد حاجة زي هيك مع العقد الشرعي، إنه كتبنا شغلات مستقبلا هي يعني لسه مش ملزمة لأنه فيش عنا أطفال، إحنا ما بنفع نعملها عن طرف ثالث، بس إحنا بشكل عام بيننا وبين بعض في حال كان في أطفال إحنا كنا حابين مثلا ممكن نحط موضوع السكن، إنه وين الأطفال بيكونوا موجودين دائما لازم يكون لهم بيت، لو بيت أنا أو هو مثلا ندفع إيجاره، أو مثلا يكون الحدا الحاضن مع الأطفال والتاني هو اللي بيصرف، وشغلات زيك يعني شغلات حطيناها لنضمن إن إحنا حنصون بعض وإن شاء الله لما يصير في أطفال نصون أطفالنا ونحافظ عليهم، زائد إنه حطينا شروط جزائية على حالنا نحن لو ما التزمنا في هذا الشرط الجزائي على حالنا لحتى نضمن إن إحنا نلتزم فيه. فبالتالي الأشخاص قبل الزواج الفكرة منه مش إنهم بدهم يصير الموضوع بالقانون وإنتي وأنا وما بعرف شو، لا الفكرة منه إنه بصير عندهم وعي كامل إنه شو في حقوق لازم هم الاثنين يعطوها لبعض، وشو هم حابين يلزموا بعض بالحسنة، يعني لا زوجي أجبرني ولا هو أنا أجبرته، إحنا الاثنين بالحسنة رحنا وبحثنا ودورنا وكتبنا وحاولنا نحس نلاقي أحسن شيء لنضمن أحسن حياة زوجية لحالنا وأحسن حياة ممكنة لأطفالنا. فالشغلة إلها دخل في إنه الواحد قديه بسعى من بداية حياته ليكون أسرة على أفضل أسس ممكنة من خلال إنه يوعى فيها ويحاول يكتبها كشروط حاله ليحاول يلتزم فيها، مش يعني مش غرضها إن إحنا لا سمح الله أنا وإيهاب مثلا وأنا وزوجي حابين مثلا نفصل عن بعض، لا سمح الله أكيد لا، إحنا تزوجنا إن حابين بعض، ولكن غرضها إن إحنا نكون حابين وطرحين أمامنا كل الخيارات لا سمح الله المشاكل اللي ممكن تصير وكيف أنا وهو حنتعامل معها بأفضل الطرق لحتى لا أنا أظلمه ولا هو يظلمي. فعشان هيك عملنا العقد هاد. طب حلا بدي بالسياق اللي أنت بتحكي، إحنا من كمان بداية الحوار دائما بتعمل إشارة للرجال للذكور للرجال للرجال للرجال، بالسياق اللي أنت بتحكي يمكن من أول الحوار لهلا أكيد في خصوم لإلك بالنساء، وبالجزئيات الأخيرة اللي حكيتيها كمان أكيد كمان في هلأ يعني في صبايا أو ستات مستفزات من اللي بتحكي. هذا الحيز قديش بتواجه فيه مصاعب، يعني قديش بتواجه مصاعب وعقبات مع النساء نفسهم باللي أنت بتقوليه من أول الحوار لهلأ؟ والله أنا ممكن بعتبر حالي محظوظة أو أنا مش عارفة إيش السبب، يعني أنا لازم أبحث عنه بس أنا مش عارفة إيش السبب بالضبط. الحمد لله لهلأ ما في بيني وبين شخص خصومة كبيرة، يعني الـ الناس اللي بيشتغلوا هم مثلا الحكومات الشرطة النيابة القضاء المؤسسات العاملة العائلات والمخاتير، لما أروح لهم لجان الإصلاح ولما أطرح قدامهم الأفكار هذه دائما الحمد لله بياخدوها برحابة صدر وبرغبة بأنهم يشتغلوا عليها، فالحمد لله هذه الأمور ماشية. عجانب النساء والرجال أحيانا على مواقع التواصل الاجتماعي تجيني خصوصي للأسف من بعض الرجال أنه بعض الردود الفعل يعني مش رائعة، ممكن يسبوني أو شغلات معينة، ولكن أنا بحاول قدر الإمكان أنه أرد عليهم يعني بما يتناسب ان احنا نرجع للحوار تاني. موضوع كان مسكر بعمل بلوك. هلا فكره انه النساء انه يكونوا مثلا متضايقين من الكلام اللي بحكيه والى اخره لهلا ما مر علي انه النساء بعتوا لي، غير مره واحده بعتت لي قالت لي انت مش متقدمه بالقدر على تاع المسجات اللي ما بيبين من بعد، انه انت افكارك مش متقدمه بالقدر اللي انت بتحكيه او بتوحيه، يعني وشغلات زي هيك، وانه انت بدك انا انه بحبك وبتابعك وكذا كذا بس انه ممكن تكوني احسن وانصف واوضح يعني في 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 القضايا، ما تكونيش باخده انه شيء مثلا في النص او شغله زي هيك. فانه هذا يمكن أسوأ تعليق اجاني من انثى بتذكر. ما دون ذلك هم عاده حابين فكره ان انا عاديه، يعني انا لا لي سلطه ولا عائلتي عائلة كبيرة، عائلتنا كتير صغيرة كتير، يعني في القطاع كتير قلال، في الفرح وهيك ما بنطلع يعني ما شاء الله يعني كم نفر بس بنكون،
زائد ما النجاح ولا مال ولا أي حاجة، يعني ما في أي حاجة من اللي هي جاية من خلفية دعماني لا. وكمان يعني كل الشغلات اللي عملتها اضطريت بشكل أو بآخر أني أتحدى المجتمع وأتحدى أهلي، لأنه أهلي ما كانوا وافقين في البداية، اضطريت بشكل أو بآخر أني أحاول أقنعهم في الموضوع باستراتيجيات وطرق كثيرة. ففكرة أنه البنات شايفين أني أنا شبههم من خلفيتي الاقتصادية، كمان وضعنا مش كتير منيح، خلفيتي الاقتصادية شبههم، بدرس عمنا حاليا، خلفيتي التعليمية عادي، طالبة متفوقة، كنت خلصت طب أسنان، غيرت التخصص لأنه عندي رؤية لإشي أفضل ممكن أعمله في حياتي لخدمة المجتمع ونفسي. كمان ما عندي مناصب، ولكن بحاول أقصى الطرق أني أصل للناس أصحاب المناصب وحاول أوصل لهم الحوار وأتناقش برضو مع الناس اللي على أرض الواقع، لأحاول بشكل أو بآخر أزيد الوعي وبرضو أحسن في موضوع حل المشاكل. فالناس عارفين أن أنا يعني إنسانة عادية، أي وحدة تقدر تكون بالضبط في المكان اللي أنا موجودة فيه، وأي شاب بيقدر بالضبط يكون في المكان الموجودة أنا فيه. فيمكن هذا النوع من, 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 من خلفيتي أو من حقيقتي بخليهم مش كتير يتضايقوا مني، أو ما يكون نوع من أنواع الحاجز أمامي. بالعكس يعني أنا لما أحكي لهم عن الشغلات اللي بنعملها بعتولي إن إحنا حاولنا نعمل 1-2-3 والمجتمع هاجمنا بكذا، بس إنه هي أنا وزوجي رحنا تاني نحاول في الموضوع. فشايفين الموضوع إنه سعي، أنا ما لهم ناس اللي تولدوا بمرعى الذهب، أنا ما تولدت معايا الحقوق هاي، أنا سعيت فيها ولقيت مشاكل وظلتني أحاول. وبحترم فكرة إنه في ناس بتلاقي مشاكل وبتحاول بس ظروفها ما بتكون بتسمح لها. يعني أنا مثلا أهلي ما عنفوني، أنا ضلتني أحاول وهم رفضوا وبعديها أنا حاولت تاني ورضيوا، بس هم ما عنفوني. بس في بنات ممكن يمر الموضوع سبب لهم حبس أو قتل أو شغلات مرعبة. فأنا ما بطالب النساء بأي شكل من الأشكال ولا الرجال إنهم يخاطروا بحياتهم من أجل الشغلات هاي، لا، ابحث عن حلول بديلة. حتى لو أحيانا بعرف بعض راحوا للمنجل الفردية اللي هي حكينا عنها قبل هيك، اللي هو أنا بدي خلص أنجو، أنا ما عندي مانع طالما قادرين تعيشوا حياة أحسن مش مشكلة، اللي قادرين يساعدوا الباقيين يساعدوا، اللي مش قادرين المهم تعيشوا حياة منيحة. وهذا اللي بحكيه دائما. فيمكن بسبب نوعية خطابي ونوعية الخلفية اللي أنا جاية منها ما قابلت هذه الحمد لله النوع من الخطاب أو الكراهية أو الأحقاد لسه. اوكي. طب بدي اسالك كمان، بكل السياقات اللي انت بتحكيها دائما كان في تحديات موجوده مع اشخاص، فدائما في حدا عم بتواجهي، بنفع تعطيني سلسله من 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 تفاصيل او اشخاص اللي استمديتي قوه منهم لتكوني شو انت اليوم؟ يعني بمرحله ما كنت بنت عم بتخوض نقاش ونضال جوا بيت اهلها لحتى طلعتي وسافرتي على سبيل المثال، بكيف فهمت منك، بعدين في نضال على مستوى المجتمع، بعدين اليوم حتى نضال على مستوى أوسع لإحداث التغيير. وأظن كمان في يعني في استفسار أو سؤال كمان وصلني من إنه بمرحلة الصبية تبعت البنتين اللي يعني أنت كنت فاعلة بالملف هذا كتير، والملف هذا كان كتير حساس، كل من حكى فيه هوجن، فكان حتى في سؤال من وين كنت بتستمد قوة، مش بس بهذا الملف، بكل الملفات اللي عم تشتغلي عليها، لأنه لما المجتمع أو شريحة ما بتقرر تستهدف حدا بسياق تغيير، غالبية المجتمع حتى لو إنهم أيدينك ما بحبوا يخوضوا الجدل أو يخوضوا النقاش فبسكتوا، فبتنتركي وحيدة بهيك معارك. من وين بتجيب القوة والطاقة هذه؟ يا بارك الله فيك، تفضلي. يسعدك. خلينا على السؤال الأول، وإذا نسيت الثاني ذكرني فيه. تمام. خلينا في الأول. هلأ في البداية أنا مثلا على نطاق الأسرة الصغيرة، أنا كتير قابلت مشاكل في سعي تجاه حقوقي مع أهلي. مثلا من وأنا صغيرة كان ليش أنا أو منظف وأخويا الصغير قاعد مثلا، اللي هي بدل موضوع الشغلات هاي الأغلب بيبدأ فيها. ولكن بنفس الوقت صح أنا كنت بطالب بحقوق الشخصية، ما يعني بتحداهم فيها، بس أنا كنت شايفاهم من النوع اللي ما برضى الظلم بالشغلات الثانية. يعني كنت أسمع مثلا الوالد لما يحكي مع ناس تانيين يقعد ينصحهم ويحكي لهم شغلات كيف يكونوا قويين وياخذوا حقوقهم فيها، كنت أسمع الوالدة بتعمل نفس الحاجة. كانت إخواتي قبلي بيسعوا لياخذوا شغلات معينة
يعني حقوقهم ومش كلها أخذوها، ولكن فكرة أنهم كانوا بيسعوا ادتني القوة أنه أنا شايفاهم، يعني شايفة الأكبر مني بسعى وشايفة أهلي بأمور مختلفة بيسعوا قويين وبتحدوا وبيخالفوا عرف مجتمعي لشيء أصح أو شيء ديني، خلاني أنه أنا كمان ما أيأس. أنتوا ضدي في الشغلة أنا بدي إياها، بس أنا عارفة أنها صح، وأنا عارفة أن أنتوا لو مكاني كان عملتوا نفس الحاجة. فهم بشكل أو بآخر كانوا الحدا اللي تحديته، بس برضو الحدا اللي اداني القوة والقدوة أني أضلني أحاول. إذا كانوا بيحاولوا بس على سبل أو يعني أمثلة مختلفة. هلأ هذا أول شيء. في شيء تاني كان في السؤال هذا؟ السؤال الثاني اللي هو من وين تستمدي قوتك بأكثر من سياق، خاصة لما بتكوني بسياق يعني وحيدة أو عدد الناس اللي متبنين القضية كتير كلال، على سبيل المثال مثل قضية البنتين اللي موجودين في البيت الآمن وبدهم يسافروا ما بدهم يرجعوا لبيت أبوهم. البنتين هذولا تم إرجاعهم بالإجبار للأسف للوالد، ومحبوسين من 5/1 لليوم، فإحنا بنحكي عن تقريبا 7 شهور لا في حياة اجتماعية ولا حياة جامعية، فيش مزاولة، في واحدة مزاولة واحدة جامعية، وكانوا بيشتغلوا برضو، فهذا كل الأشياء فقدوها للأسف بشكل أو بآخر بسكوت من المجتمع. فبنبدأ نحكي أنه تواطؤ أنا كمان ضمنه، لأنه أنا كمان مش قاعدة بأحل لهم إشي، فإحنا جميعا للأسف موجودين فيه، ربنا إن شاء الله يفكر بتهم. هلأ كيف استمد قوتي؟ بستمد من فكرة أنه يعني أنا أقول في 2019 لما كتبت أول مرة الخطة اللي بدي أشتغل فيها على المجتمع كنت بقرأ كتير، وعرفت أنه تغيير المجتمع بده سنين. يعني أنا لو مثلاً بدي أحل في أحد المواضيع بدي أحط في بالي على الأقل 50 سنة لغير في موضوع، وكمان أنه ممكن أشتغل 50 سنة وأموت وأنا مش شايفة التغيير. ولكن فكرة أني أنا أكون أحد الناس اللي عاديين بيشتغلوا في الموضوع وبيحركوا الناس اللي حواليهم، تديني فكرة أنه أنا لو متت في ناس بعدية حضرها تكمل المشوار. أنا لو وقفت ولو خفت ولو تراجعت الناس حتقول هيها اللي حاولت وانحرقت ووقفت، فإحنا بدناش نصير زيها. فأنا بشكل أو بآخر في عليها مسؤولية أني أضلني قوية وأضلني أحاول لحتى الناس اللي تحاول بعدي ومعي ما تكون خايفة من المحاولة. هذه شغلة. الشغلة الثانية في محاولاتي بحاول دائما أحكي بصيغة الأغلب حيتفق معها مش حيرفضها. يعني مفترض أنه الأغلب بيرفض فكرة أنه بنات يكونوا محبوسات أو أولاد يكونوا محبوسين، أو مفترض الأغلب يتفق مع فكرة أنه العنف على الأطفال أو على الكبار أو أي حدا أمر مرفوض. فالصيغة اللي بحاول أحيانا أحكي فيها بحاول تكون متفق عليها، لأنه أنا تاني ما بدي أكون مثال الحدا اللي طلع وانحرق فما حدا بده يصيره، ولكن مثال حدا اللي ضلوا يحاول والناس التانيين لو أجوا حاولوا معاه بنفس الطريقة أو بطرق مختلفة حيضلوا قادرين يحاولوا، لأنه تاني لو انحرقت محدش حيعيد أو حيكمل معايا. هلأ الشغلة الثالثة، أنا بعرف قصص كتير واتدخلت في قصص كتير، فأنا عارفة أنه أي محاولة وكل محاولة إحنا بنعملها لمساعدة حدا ممكن عن جد توصلوا للنجاة، وإني لو قدرت أساعد إنسان أو إنسانة واحدة يعيشوا حياة أحسن شبه كافي بالنسبة لي. في أحد الأمثلة مثلاً من كام يوم كان في حالة معينة بخطر شديد، ووصلني الفيديو إنه تعرضها لخطر شديد. هلا أنا ما عندي أي معلومات عنها، مباشرة بحثت عن معلومات، اتصلت على أكثر من جهة، ناس ما بعرفهمش بتاتاً، أخذت معلوماتها الشخصية كاملة، كلمت الشرطة اللي هي العمليات كانت الدنيا بالليل جهاز العمليات، اديتهم كل المعلومات اللي معايا، قلت لهم انا ما بعرفها شخصي، ولكن انا شفت فيديو بيثبت انها في خطر شديد هلا. فدوريات الشرطه بارك الله فيهم تحركوا وتواصلوا يعني وتمموا الموضوع وانقذوها وحافظوا على حياتها. فالفكره اني انا بعرف انه هلا انا وانا لما قدمت الموضوع حكيت مع الشرطه الداخليه كلموني يتاكدوا البلاغ حقيقي، لانه انت مين؟ طب انت ما بتعرفيهاش؟ طب انت ليش كذا، واديتهم كل المعلومات الشخصيه لانه في البدايه ما لقوها، طول كتير لقدروا يلاقوا البنتين متعرضة للخطر. فأنا بكون في كل مرة بحاول فيها إمام خيارين، خيار إن أكون تصرفي صائب ويتم إنقاذ الحدا ومساعدته وإلى آخره، أو تصرفي خاطئ وأنا أخذ المهانة، يعني أنا أخذ سواد الوجه. فأنا بالنسبة لي أجرب وأحاول وإمكانية أنقذ الحدا أو أساعده تزبط وينقذه، هذه
أكبر بمليون مرة من إني أنا أخذ سواد الوجه، سواد الوجه بتحمل لحالي. فأنا دائماً بسعي، لإني كمان بعرف قصص كتير، مثلاً قصة بنت تعرضت لواحد اثنين ثلاثة، أنا عارفة إنه ممكن لو اشتغلت كمان 50 سنة ما في بنت ولا ولد حيصير معهم الشغلة هاي، فلا لازم أضلني أحاول. وأنا عارفة للأسف إنه خلال محاولاتي هذه كلها في ضحايا قاعدين بيضيعوا، أنا لسه مش قادر أنقذهم. فهذا برضو بيضلوا يديني للأسف. في يعني شوف، أي حدا بيشتغل في هذا المجال أو بأي مجال تاني في نوع من أنواع الحرص على الناس الآخرين، يعني حتى الأم والأبو دائما حيكون عندهم شعور من تأنيب الضمير إنه ما قدروش يعمل كل شيء بشكل مثالي. يعني أنا نفسي أنقذ كل أولاد والبنات وكل الشباب والشابات من كل أنواع العنف والضغط والاضطهاد اللي بيعانوا، وكلهم أطلعهم سياحة وبسطهم، نفسي. بس أنا ما بقدر أعمل هيك. أنا اللي بقدر أضلني أحاوله إنه كمان 50 سنة اللي كانت تضطهد أو اللي كان بيضطهد عشان 1 2 3 يبطل اضطهاده على 1 و2 على الأقل. فبضلني أحاول بهذه الطريقة على نفس طويل، وأنا للأسف لسه جوايا تأنيب ضمير، لأن عارفة مش كل ضحايا هلأ أنا قادر أنقذهم، ومع هيك بعمل كل جهدي إنه أوصلهم للجهات اللي ممكن تساعد في الموضوع، حتى لو اضطريت أروح معهم مباشرة لو كلموني وقبلوا تعالي معنا. ولكن مش كافي، مش قاعد بدي النتيجة النهائية مباشرة، ولكن مش لازم أي أصل، لأنه طموحي لأكبر من هيك كتير إن شاء الله. بالضحايا اللي قدام ما يعيشوا الضرر هاد. نعطيك العافية. أنت هلأ بأي مرحلة أكاديمية؟ أنا هلأ دكتوراه بعمل في علم السياسة والاجتماع والسياسة، السياسة والاجتماع وعلم الإنسان أنثروبولوجي، تخصص ثلاثي، لأنه المنهجية البحثية اللي أنا بتبعها منهجية تدخلية، فما في كان قسم واحد بقدر يغطي هذا الموضوع. فعندي 3 مشرفات وثلاث أقسام من جامعة نيوكاسل في بريطانيا. حاليا أنا خلصت السنة الثانية الحمد لله ونجحت بتقدير كثير منيح، وإن شاء الله ببدأ السنة الثالثة بالشهر 9 إن شاء الله. أو شو سؤال الرسالة عندك؟ سؤال الرسالة الفرضية. هلا أنا بشكل أساسي بنشاط المجتمعي بأدرس الأسرة الفلسطينية بين العنف الاستعماري والعنف الأسري، الأسرة ككل، وببحث إمكانية استخدام أو كون الدين والمجتمع كأدوات ومحركات للحل مش أدوات للمشاكل. هلا في الرسالة عشان أخلص، فأنا اختصرت على فئة واحدة وهي مش فئة صغيرة، هي فئة مليانة تقاطعات اللي هي فئة المرأة. فبأدرس المرأة الفلسطينية بين العنف الاستعماري والعنف الأسري، دراسة إمكانية كون الدين والمجتمع كأدوات للحل. شكراً جزيلاً، يعطيك ألف عافية. يسعدك أحمد. أنا بالعادة بنهي المقابلة بسؤال يتعلق بالمقلوبة، فاحكي لي عن علاقتك مع المقلوبة. أحبها كتير 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 كتير. يعني تقريباً هي أنا في بريطانيا، شو أنا من أول أعدادي كنت بأطبخ، لأني أنا ما بأكل كنت اللحمة الحمراء وبأكل بس اللحمة البيضة، فكان أي طبخة بيعملوها أهلي أعيد طبخها بلحمة بيضة، تمام؟ بس رحت بريطانيا اكتشفت إنه الأكل عندي نشاط اجتماعي، كنت عايشة لحالي أول 6 شهور، فبطلت أطبخ، صرت إندومي سريلاك أي حاجة لقيها قدامي أكلها وخلص نخلص. الحاجة الوحيدة اللي كان ممكن أطبخها واستمتع بأكلها كانت المقلوبة. فالأمانة كتير كتير بحب المقلوبة، بحب المقلوبة اللي بالبتنجان مش الزهرة، مقلوبة اللي بدون حمص لأنه بعتبر الحمص بيأثر على طعم الرز، وكتير كتير والله بحبها، وأي حدا بيعمل لي إياها القلب بحبهم كتير. صحة وعافية. صحة وعافية. مع قلبك أحمد، يسعدك. شكرا يا رب. شكرا جزيلا لك على هذا الحوار، ممنون لك، وإن شاء الله كان نكون يعني يعني هذا مرجع ضمن أو محاولة ضمن المحاولات الكتير اللي بتعمليها، وشكرا فعليا على يعني هاي المشاركات الخاصة كمان اللي دخلنا عليها. لا وإن شاء الله بنلتقي أنا وياك وإيهاب إن شاء الله عن قريب، يعني في إسطنبول أو في عاصمة تانية إن شاء الله. أكيد بنتشرف. يسعدك كتير أحمد، يسعدك كتير على الاستضافة، كتير سعدت باللقاء وبالحوارية وبالسرد وبالأسئلة اللي طرحت لي إياها، كتير منها ما كنت مفكرة فيها قبل هيك، فحفكر فيها كتير. فيسلموا كتير على وقتك ويسلموا على استضافة تانية.
شكرا شكرا لك. شكرا لكم جميعا على الاستماع، على المشاهدة، شكرا انكم وصلتوا معنا لهون. يعني هدول شكر خاص دائما لازم واجب لكل حدا وصل معنا لطول الحلقة هاي. بحب أذكر وأشكركم مقدما على إرسال مقترحاتكم، أسئلتكم، أفكاركم لإلي عبر الروابط اللي موجودة في وصف الحلقة، حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، بحب دائما أتواصل معكم، أسمع انطباعاتكم. شكرا مقدما على مشاركتكم هذا المحتوى، مشاركتكم هذه الحلقة، الاشتراك في القنوات، وأهلا وسهلا فيكم أصدقاء تقارب الأعزاء. شكرا لكم ونلتقي في حلقة قادمة.